يا صباح الخير والرضا والسعاده على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من صباح اون تايم. حلقه هتبقى مختلفه بكل المقاييس. عندنا النهارده باذن الله على العرس الكروي الخاص بالعروس الافريقيه كاس الامم الافريقيه في نسختها رقم 33 واللقاء المرتقب باذن الله بين منتخبنا الوطني المصري والمنتخب النيجيري. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري. انا وزميلتي العزيزه فرح علي اللي متواجده معايا النهارده وان شاء الله تبقى حلقه جيدة ويبقى وشنا خير ان شاء الله. يا رب يا غانم ان شاء الله ربنا يوفق منتخبنا باذن الله. وبصبح عليك وبصبح على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يا رب النهارده حلقتنا تكون خفيفه وان شاء الله كده ربنا يوفق لاعبتنا الرجاله. ان شاء الله النهارده 11 مقاتل يكونوا داخل الملعب ويكونوا بيمثلوا مصرنا الحبيبه ويكونوا على قدر المسؤوليه. الساعه 6 مساء ان شاء الله كل الانظار هتتوجه نحو المباراه المرتقبه باذن الله ما بين منتخبنا المصري ومنتخب نيجيريا. تفاصيل كثيره جدا واخبار نبتدي مع حضراتكم بالتأكيد عن حالة الطقس والمناخ اللي احنا عايشينه والتقلب. يعني بقالنا كذا يوم كل الناس يمكن اللي بتعاني من أمراض حساسية صدر أو حتى جيوب أنفية يمكن أكتر ناس متعذبة الأيام دي بسبب حالة تقلب الطقس. وهنقول لحضراتكم النهاردة إن هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع إن اليوم الثلاث هيكون طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. كمان أوضحت هيئة الأرصاد الجوية إن النهاردة الثلاث هيشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة أكتر كمان. يعني يمكن امبارح وأول كل الناس كانت بتشعر بأنه في تراب في الجو، لا فعلا الحالة دي مستمرة معانا. هيكون في كمان نشاط للأتربة وللمرحلة اللي بنمر بيها دي. بالنسبة بقى لدرجات الحرارة النهاردة إن شاء الله القاهرة العظمى هتكون 18 والصغرى هتكون 11. بالليل الدنيا هتكون تلج يا غانم، 11 بالليل والصبح 18. لا مش النهارده ده من امبارح كمان الدنيا على فكره بالليل كده فجاه مع كمان لما يبقى الموضوع ويندي او في رياح ده دايما بيخلينا كمان سرعه الرياح بنشعر بالبرد اكتر. انا عايز اقول لك الواحد ممكن يتحمل السقعه بس الاتربه هي اللي بتزعجنا شويه. ده طبيعي طبعا يعني، بس الموضوعين بقوا بصراحه يعني مع بعض شداد جدا طوال علينا. دايما مع حضراتكم ايضا في صباح اون تايم بنتناول كل الابديتس الخاصه بفيروس كورونا او كوفيد 19 او الاوميكرون بقى بكل مسمياته وبكل متحوراته المتغيره. بنتناول الامور دايما بنحاول ان احنا نحذر حضراتكم، ولكن خلونا ناخد الامور بطريقه ايجابيه شويه لان الخبر اللي معايا ده ان شاء الله خبر قد يكون ايجابي باذن الله في حال تحققه، لان التصريحات دي هتكون على لسان الرئيس التنفيذي لشركه فايزر الامريكيه البرت بورلا اللي قال ان في لقاحا هيستهدف متحور فيروس كورونا او الاوميكرون هيكون جاهز باذن الله في مارس عشان نبدا ان احنا ناخد هذا اللقاح، وباذن الله هذا اللقاح يكون ليه فعاليه كبيره. بورلا الحقيقه كان عنده تصريحات مع شبكه سي ان بي سي الشبكه الاخباريه الامريكيه المعروفه، قال بدانا بالفعل ان احنا نصنع بعض الكميات الخاصه بهذا اللقاح، وقال ايضا ان هذا اللقاح هيستهدف كل المتغيرات مش بس كوفيد 19، ولكن هم كمان هيواجهوا التطور اللي حصل للفيروس عشان احنا كمان نكون لما ناخد هذا اللقاح ما يكونش اي تطور ناقصنا بمعنى اصح، ما يكونش هذا اللقاح خاص مثلا بالكوفيد 19 فقط، ولكن هم بيراعوا كل التطورات الخاصه سواء بالكوفيد 19 او بكل المتحورات المتغيره للاوميكرون. قال ايضا هو يعني مش عارف امتى بالظبط هيتم استخدامه، لكن في دول كثيره جدا بتطالب شركه فايزر الامريكيه ان هي محتاجه هذه الجرعات، فلذلك هو شايف ان هيكون في اقرب وقت ممكن هيتم طرحه في الاسواق، وده عبر طريق شركه فايزر اللي معروفه دايما انها شركه من شركات الادويه او شركه من شركات اللقاح. بنتمنى ان شاء الله ان دايما العلم والتطور يكون ليه يعني فايده كبيره جدا في حياتنا وخصوصا في الامور الطبيه، لان ربنا يعني وضح وقال يعني ان كل داء دواء. نتمنى ان شاء الله ان اي حد يكون عنده القدره ان هو يعمل لنا الدواء الخاص بكل داء، وان شاء الله الامور تعدي بخير وهذه الغمه يعني تروح بسرعه ونرجع لحياتنا الاجتماعيه وكل الامور بشكل طبيعي جدا يا فرحه. اعتقد ان الامور الايجابيه اللي الواحد فعلا ابول خبر وعندي امل ومؤمن بربنا ان فعلا بيبقى في اوقات اختبارات لنا من ربنا، بس مع العلم والتطور ربنا اكيد يا رب باذن الله. عارف كمان من الحاجات الايجابيه الايام دي ان الكل ابتدى يتكلم على ضعف الفيروس المتحول الجديد لفيروس كورونا هو اوميكرون. ابتدوا يقولوا ان هو بينتشر بسرعه جدا ولكن ضعيف. يعني هنا كنا بنتكلم على انه
اللي بيصاب بالفيروس ممكن يقعد 18 يوم، دلوقتي بكتير قوي 7-8 ايام، وده بيأكد انه نسبته ابتدت تقل شويه، وده كمان بيدينا يعني طاقه ايجابيه وحاجه مبشره كده، انه زي ما انت بتقول ان شاء الله الفتره اللي جايه ممكن يبتدي ان هو يضعف لحد ما يتلاشى تماما وخلاص بقى نخلص من الحكايه دي. قصه الانتشار السريع، يعني في ناس بتبقى عندها حاجات مزمنه، يعني مثلا عندها حساسيه في الصدر، فده تاثيره على اي حد جسمه مش جاهز بمعنى اصح ان هو يتقبل الفيروس، هيكون في خطوره ان في ناس بتستهتر. ده دور برد طبعًا. انا بشوفها دلوقتي على حتى في كوميكس الناس بدات تهزر، يقول لك ده دور برد، لا ده كوفيد، لا ده اوميكرون. صحيح. في الواقع انا ممكن جسمي يجي لي العدوى وجسمي يتقبلها، واقدر ان انا خصوصا كبار السن ما بيتحملوش خالص. يعني انا بنتكلم كبار السن من اكتر الناس اللي لازم نخاف عليهم، وده دايما بيجي برده يغانم من عندنا، وبناكد عليكم جميعا، بناكد على كل الناس حتى اللي في سننا واللي اصغر مننا كمان، الاطفال لازم ان انتوا تخلوا بالكم على نفسكم، ولازم ان انتوا كمان لما تروحوا المدرسه يعني الاطفال لازم طبعا بيجي من البيت ان انتوا تخلوا بالكم على الاولاد، تكونوا بتدوم كل حاجه حافظوا بيها على نفسهم، علشان طبعا العدوى ممكن تنتقل من خلال الاطفال، ممكن تنتقل من خلال اي حد في الشغل، من خلال واحد ممكن مثلا زوجته في البيت، والده والدته لا قدر الله، جدته جده، يعني كل الناس دي او كل الاعمار السنيه ممكن ان هي تتاثر بشكل كبير جدا. يا رب ربنا يحفظنا جميعا. طيب عايزين اكيد نطمن معاكم بقى على اخر اخبار منتخبنا المصري، اكيد هنبتدي معاكم بالمسحه السلبيه طبعا، وبنقول الف مليون حمد لله على سلامه الكابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب المصري، وكمان محمد ابو جبل نجم منتخبنا المصري، الحمد لله مسحتهم طلعت سلبيه، وبالفعل خلاص الاتحاد المصري لكره القدم كان رتب لهم كل الاجراءات الخاصه علشان يلحقوا بالبعثه المتواجده في الكاميرون، بنقول لهم الف مليون حمد لله على السلامه، وهم في الدقائق اللي احنا بنكلم حضراتكم عليها متواجدين حاليا في المطار متوجهين الى الكاميرون علشان يلحقوا بالبعثه، وباذن الله يكونوا متواجدين في مباراه اليوم، حتى لو مش هيشارك محمد ابو جبل او كابتن عصام الحضري طبعا، يعني ممكن يبتدي يلحق بالمباريات او التمرينات او التدريبات خلال الايام المقبله، ولكن تواجده اكيد يفرق معاه نفسيا ويفرق اكيد مع المنتخب المصري. احنا هنا بنتكلم على اسره واحده، وبنتكلم على ان وجود اي عنصر او غياب اي عنصر منها اكيد بيفرق مع المجموعه ككل، بنتمنى لهم كل توفيق، وبنقول لهم الف مليون حمد لله على سلامتكم. استمرارا للاخبار الايجابيه اللي انا يعني النهارده شغال ما شاء الله كده، بادئ بالاخبار الايجابيه اللي حتى بتصدر لنا احنا طاقه ايجابيه واحنا شغالين، وهتكلم عن واحد من نجوم منتخبنا الوطني المصري اللي شارك بالفعل في التدريبات الجماعيه، وهو عمرو السوليه، وده بناء ايضا على تصريحات الكابتن حازم الحديدي وكيل اللاعبين اللي قال ان عمرو السوليه شارك بشكل طبيعي جدا في التدريبات الجماعيه وهيكون جاهز كمان للمشاركه. الحقيقه عمرو السوليه واحد من قاده المنتخب، ولكن ايضا دايما عنده سوء حظ كبير جدا في المشاركه في كاس الامم الافريقيه، دايما يا اما ما كانش بيقع عليه الاختيار او بيكون عنده حاله اصابه في الاحداث الكبرى، وده يمكن سوء حظ للاعب وكمان لمنتخبنا الوطني المصري، ولكن كروش هذه المره قرر ان هو يصر على استدعاء عمرو السوليه وان هو يكون موجود في القائمه النهائيه لمنتخبنا الوطني المشارك في هذه النسخه، رغم الاصابه اللي تعرض ليها اللاعب طبعا زي ما حضراتكم تابعته في الفتره الاخيره وعقب التالق كمان اللي كان في البطوله العربيه، ولكن اتمنى ان شاء الله ان عمرو السوليه يكون داعم لكل اللاعبين المتواجدين في منطقه وسط الملعب وكمان لمنتخبنا الوطني المصري بشكل عام، سواء كقائد لو ما بيشاركش او كمان كلاعب داخل ارضيه الملعب، وباذن الله تكون دي ايضا من الاخبار المفرحه اللي بنتمنى ان هي تستمر ان شاء الله، ويعني بكره في الحلقه اللي جايه نكون مع حضراتكم وبنتكلم عن فوز منتخبنا الوطني المصري على المنتخب النيجيري. نروح مع حضراتكم كمان بقى لنتائج مباريات الامس، يمكن كلنا استمتعنا بمباريات كاس الامم الافريقيه بالامس، مباراه السنغال وزيمبابوي من المباريات اللي كانت ممتعه جدا، لانه طبعا قدر منتخب السنغال يحقق الفوز على زيمبابوي في الدقائق الاخيره من المباراه طبعا بهدف احرزه ساديو ماني، وقدر يفوز المنتخب السنغالي على منتخب زيمبابوي بنتيجه هدف مقابل لا شيء. نروح لمباراه المنتخب المغربي ومنتخب غانا، وقدر يفوز منتخب المغرب بهدف رائع جدا بنتيجه هدف مقابل لا شيء، وقدر كمان المنتخب الغيني يفوز على ملاوي بنتيجه هدف مقابل لا شيء، واخيرا اخر مباراه كانت ما بين جزر القمر ومنتخب الجابون، وقدر يفوز منتخب الجابون بنتيجه هدف مقابل لا شيء.
خلال حلقات كتيرة ماضية يعني اتكلمنا عن قوة المنتخب السنغالي اللي بيتصدر الترتيب الإفريقي للدول الإفريقية داخل التصنيف العالمي، يعني لما نبص على المستويات اللي موجودة للدول الإفريقية هنلاقي إن السنغال هو أول فريق متواجد ضمن المنتخبات العالمية، فلذلك المنتخب السنغالي بالقوام الكامل المتكامل من أول حراسة المرمى بخطوط الدفاع بخط الوسط لخط الهجوم أحد المنتخبات القوية بالفعل، ولكن المستوى المفاجئ للمنتخب السنغالي في مباراة أمس وفوزه على المنتخب الزيمبابوي بركلة الجزاء كمان في آخر دقيقة أو في الدقائق المحتسبة بدلا من الوقت الضائع وضع علامات استفهام كتيرة جدا حول أداء المنتخب السنغالي حتى هذه اللحظة، ولكن شفنا آراء كتيرة جدا، ولكن عشان نقرب أكتر من الحدث تعالوا نشوف تصريحات لاعبي المنتخب السنغالي عقب فوزهم على المنتخب الزيمبابوي مع بعض اللقاءات اللي أجراها الزميل العزيز حسن غنيمة المتواجد حاليا في الكاميرون لتغطية كل الأمور الخاصة بهذه البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس. كانت مباراة صعبة، بالتأكيد صعبة، ولكن عرفنا كيف نتشبث بالثلاث نقاط. لاحت لنا فرص في بداية المباراة وهكذا سارت خطتنا وفق ما أردنا حيث تحلينا بالصبر، إذ يجب التحلي بالصبر في مثل هذه المباريات، وفي الشوط الثاني حافظنا على نفس طريقة الأداء إلى أن وجدنا الثغرة التي نبحث عنها، وإن كان ذلك لم يحدث إلا في الدقيقة الأخيرة. نعم، أضعنا فرصتين مؤكدتين إضافة لفرص أخرى كان من الممكن ترجمتها لأهداف، والأهم أن الشك لم يتسلل إلينا مع ضياع هذه الفرص. علينا البدء في عملية استشفاء أولا ثم نعود للتدريبات التحضيرية للمباراة المقبلة. إنها تجربة رائعة جدا وانتصار أكثر من رائع كبداية، وفعلنا ذلك عن استحقاق وجدارة. نعم هذا صحيح، ولكن الشيء المهم هو أننا كنا نستحق الفوز، لعبنا جيدا ويجب أن نستمر بنفس الطريقة. نعم ولكنه فوز هام، وهكذا هي دائما المباريات الافتتاحية لأي فريق في أمم أفريقيا، دائما البدايات صعبة، والمدرب طلبنا باللعب حتى آخر ثانية فتمكننا من اقتناص ثلاث نقاط ثمينة للغاية سيكون لها تأثير على قادم المباريات، وكان التحدي اليوم هو أن نفوز مع وجود لاعبين يلعبون كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى ومع الارتفاع عن سطح البحر والمناخ الحار، وكلها أمور يجب أن تؤخذ في الحسبان علما بأن البطولة الأفريقية عموما لم تكن أبدا سهلة، وكل الفرق هنا من أجل تحقيق الفوز. اليوم شاهدنا فريق زيمبابوي أدى بشكل جيد ودافع بطريقة منظمة عن مرماه، عانينا كثيرا من أجل التسجيل وخصوصا في الشوط الأول وهو ما ضاعف الضغوط علينا في الشوط الثاني، ولكن صمدنا للنهاية وأظهرنا أننا لدينا القدرة على الثبات في مثل هذه المواعيد الصعبة. نرتاح جيدا أولا ثم نستعد كما استعدينا لمباراتنا الأولى. أيضا من المباريات الممتعة جدا كانت مباراة الافتتاح ما بين منتخب بوركينا فاسو ومنتخب الكاميرون، ويمكن المباراة في بدايتها كانت يعني شفنا أن قدرنا نستمتع بهدف بوركينا فاسو في بداية المباراة، وإذ فجأة تحولت مجريات المباراة لصالح منتخب الكاميرون وقدر يفوز بركلتين ترجيح أو بضربات جزاء، وشفنا تابعنا مع حضراتكم خلال المباراة يمكن الكفة كلها تحولت ناحية منتخب الكاميرون، علشان كده هيكون دلوقتي معانا لقاء مع كامو مالو المدير الفني لبوركينا فاسو بعد المباراة. أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا أمام فريق كاميروني قوي جدا، كنا أكثر من ند لهم على ملعبهم وسط حشود من جماهيرهم، وأعتقد أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نندم عليه في هذا اللقاء هو أننا لم نخرج على الأقل بنقطة التعادل. أعتقد أن فريقنا افتقد الخبرات، لأننا حين تقدمنا بهدف للا شيء كان علينا أن نفعل كل ما بوسعنا كي ندخل فترة الاستراحة ما بين الشوطين بهذه النتيجة، أو على الأقل بنتيجة التعادل بهدف لهدف وليس متأخرين بهدفين لهدف. لو كان لدى فريقنا بعض الخبرة لكان من الممكن أن نحافظ على النتيجة أو على الأقل نخرج متعادلين. لا بالطبع لا يمكن أن ألقي بالمسؤولية كاملة على اللاعبين، وأود أن أوضح أنه ليس كابوري من تسبب في ضربة الجزاء الأولى بل هو بيرتران تراوري، والثانية نتيجة اندفاع من يوسوفو دايو، ونحن لسنا الفريق الوحيد الذي يرتكب أخطاء، الكاميرون أيضا ارتكبت أخطاء، وهكذا تسير الأمور في كرة القدم، ولست أدري أين كان حكام الفار حينما تلقى لاعبنا ضربة كوع بدون كرة. نعم تم الضرب بدون كرة، والضرب بدون كرة عقوبته كرت أحمر، أيا كان اللاعب الذي يضرب بدون كرة يجب أن يتحصل على كرت أحمر. لا يمكنني أن أحدد هل ضربة الجزاء اللتان احتسبتا ضدنا صحيحتان أم لا، لأنني لم أكن في وضعية تسمح برؤية ما حدث، ولكن الضرب بالكوع كان واضحا للجميع، وهنا أقول بكل وضوح
نعم يوجد مشكلة، فالكاميرون هو البلد المنظم، ونعلم من البداية أنه سوف تتم مجاملتهم، والدليل هو ما حدث معنا وفق ما توقعناه بالضبط. ثالث أيام البطولة الأفريقية في نسختها رقم 33 النهاردة بإذن الله في مجموعة من المباريات، في بعض المباريات في المجموعة الخامسة، بعض المباريات الأخرى في المجموعة الرابعة، ولكن هتكلم بشكل عام على المباريات. الجزائر هتلتقي مع سيراليون في تمام الساعة 3 عصرا، هذه المباراة ضمن مباريات المجموعة الخامسة اللي بتضم أيضا كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، ولكن كوت ديفوار وغينيا الاستوائية هلتقوا غدا بإذن الله. منتخبنا الوطني المصري وضربة البداية في كأس الأمم الأفريقية، كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني المصري. يلتقي مع نيجيريا في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، في حين يلتقي كلا المنتخبان الآخران المتواجدان في المجموعة الرابعة السودان وغينيا بيساو في تمام الساعة 9 مساء. دي أبرز المباريات الموجودة النهاردة في كأس الأمم الأفريقية، 3 مباريات فقط، مباراة ضمن المجموعة الخامسة، مباراتين في المجموعة الرابعة اللي فيهم منتخبنا الوطني المصري. خلونا سريعا نشوف تقرير صوتي عن أمم أفريقية. عندنا كلنا ذكريات كتيرة جدا عن كأس الأمم الأفريقية، ويمكن الجيل الحالي عاش ذكريات أكثر من رائعة، بداية من البطولة اللي مصر كانت مستضيفاها في بطولة 2006، والذكريات السعيدة للكابتن حسن شحاتة المعلم اللي كون جيل قوي استطاع ان هو بعد كده يتحدى كل الظروف وكل الصعاب ويقدر يحصل على البطولة السمراء في 2006 و2008 و2010، ولكن 2010 كانت فيها بعض الذكريات الخاصة مع المنتخب النيجيري. تعالوا نشوف يعني زي تقرير سريع عن هذه البطولة ونرجع نكمل تاني مع حضراتكم. نروح مع حضراتكم دلوقتي في التوقيت اللي أكيد بنحبكم تتفاعلوا معنا فيه في فقرتنا اللعبة. سؤالنا النهاردة ليكم بيقول توقعاتكم إيه لنتيجة مباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية؟ عايزين نعرف كل توقعات حضراتكم، وأكيد كمان توقعاتكم للنتيجة، ومن وجهة نظركم ممكن يحرز الأهداف. كل التفاصيل دي بعتولنا اللي انتوا عايزينه أكيد على صفحتنا الرسمية، وطبعا هنقرأ معاكم التعليقات في آخر الحلقة. طب ما تقولي لي يا فرح يلا توقعاتك ايه النهارده؟ انا توقعاتي عمرها ما بتطلع صح يا غنى. خلاص بجد في كل المباريات، يعني مثلا مباريات المنتخب، مباريات القمه، ما بتطلعش صح. عمرها ما بتطلع صح. طب خلاص ما تتوقعيش بقى. ولما بقى بتوقع ما بقولش لحد بتطلع صح. طيب حافظ بالاجابه لنفسي النهارده. دايما يعني بيكون عندنا في ذكريات، ولكن الذكريات دايما بتكون اسعد لما اي لاعب يعني بيرتدي تيشرت المنتخب الوطني المصري لاول مره، ويكون الاول مره دي كمان في حدث او مباراه دوليه. وبشكل عام كمان اللعيبه دايما بتفتكر المشاركات الاولى ليهم في البطولات الكبرى المجمعه، ولكن كاس الامم الافريقيه دايما ليها طابع خاص. الحقيقه هذه البطوله فيها مفاجات عديده، لاعبين او القوام بتاع المنتخب الوطني المصري اتغير تماما عن اخر بطوله اللي كانت في 2019 في مصر هنا. الحقيقه عديد
من اللاعبين بيكتبوا المشاركة الأولى ليهم في كأس الأمم الأفريقية. خليني سريعا أستعرضهم مع حضراتكم، وهبدأ بمركز حراسة المرمى اللي متواجد فيه ثلاث لاعبين، محمد أبو جبل ومحمود جاد ومحمد صبحي. أيضا محمد شريف بيكتب أول بطولة ليه في كأس الأمم الأفريقية، أكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد، أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومهند لاشين وعمر مرموش ومصطفى محمد ومروان حمدي ومروان داود. ولكن المفاجأة الكبيرة زي ما أنا استعرضت مع حضراتكم هو واحد من كباتن منتخبنا الوطني المصري، كابتن عمرو السلية، اللي تخيلوا حضراتكم دي أول مشاركة ليه في كأس الأمم الإفريقية. واستعرضت قبل كده دايما عمرو السلية كان من اللاعبين اللي عندهم سوء حظ، دايما بتجيله إصابات بتمنعه عن المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، أو كانت بتبقى بعض وجهات النظر الفنية، ولكن في النهاية هو مكسب كبير جدا لمنتخبنا الوطني المصري. ايضا يعني لو هنتكلم عن بعض اللاعبين اللي شاركوا قبل كده في كاس الامم الافريقيه، الحقيقه في لاعبين اصبح عندهم خبرات متراكمه زي محمد صلاح نجمنا المصري ونجم ليفربول، محمد النني ايضا واحد من نجوم منتخبنا الوطني المصري وفريق ارسنال، احمد حجازي، ايضا محمود تريزيجيه، عبد الله السعيد، محمد الشناوي ورمضان صبحي، محمود علاء كان شارك في بطوله 2019 لاول مره ودي ثاني بطولاته الافريقيه، ايمن اشرف ومحمود حمدي الونش. دي كانت اسماء اللاعبين اللي عندهم يعني رصيد من المشاركات في كأس الأمم الإفريقية. في النهاية اتفقنا قبل كده مع حضراتكم أن أي لاعب بيرتدي قميص منتخبنا الوطني المصري كلنا داعمين ليه، سواء من أول اللاعبين اللي لم يتم استدعائهم، إعلاميين، صحفيين، كل فئات الشعب المصري. أعتقد أي حد بيحمل الجنسية المصرية بيتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني المصري في هذه البطولة، عشان إن شاء الله تكون ثامن بطولات المنتخب الوطني المصري في هذا العرس الكروي الإفريقي. كل التوفيق إن شاء الله لرجال منتخبنا الوطني المصري في هذه المهمة، ورجعوا لنا إن شاء الله بكأس هذه البطولة الغالية الغايبة منذ عام 2010. الحقيقة كمان من أجمل الحاجات اللي كنا بنستعرضها مع حضراتكم فكرة توارث الأجيال، أو إن جيل ممكن يسلم جيل، ومش بس يسلمه ويرحل، لا، يسلمه ويلعب معاه. وهنا بنتكلم عن انتقال الخبرات ما بين الجيل ده وكمان الجيل المتواجد حاليا. يمكن يكون في بعض اللعيبة، ما هنا ما بنتكلمش عن فرق كبير في الأعمار ما بين اللعيبة اللي كانت بتلعب واللعيبة كمان اللي بتتواجد معهم حاليا، ولكن ممكن يكون الحظ ما حالفهمش ان هم يشاركوا قبل كده. هنا في التوقيت ده بتفرق كمان الخبرات، وده الدور الكبير اللي بيقع كمان على نجوم المنتخب المصري او الكباتن بشكل كبير جدا، ان هم طبعا يعني يتناقلوا الخبرات دي للمجموعة المنضمة حديثا ليهم للمنتخب المصري. ودايما بنقول اكيد ده بيصب في مصلحة المنتخب. كل التوفيق للعيبة النهاردة ان شاء الله اللي هتشارك، واللي هاللعيبة كمان اللي هتشارك على مدار البطولة. هنروح مع حضراتكم دلوقتي لفاصل قصير، نرجع لكم نستكمل باقي فقراتنا واخبارنا في صباح اون تايم، انتظرونا. عودة لحضراتكم مرة تانية، ولسه مكمل معاكم فقرتنا وأخبارنا في صباح أون تايم. وهيكون معنا دلوقتي لقاء لايف مع الكابتن حسن المستكاوي الناقد الرياضي، يعني ومن أكثر الناس اللي كان شاهد على حدث كأس الأمم الإفريقية بذكريات كثيرة جدا وبطولات وأيضا تاريخ طويل جدا. علشان كده إن شاء الله النهاردة حديثنا يكون معاه عن ذكرياته في بطولات كأس الأمم الإفريقية وتفاصيل كثيرة جدا هنتابعها معاه. بنصبح على حضرتك يا كابتن حسن، صباحك زي الفل. صباح الفل يا فرح، صباح الفل عليك يا غانم، ازيكم؟ الحمد لله، يعني ده انا مبسوط جدا ان انا شايف حضرتك معانا، ويعني دايما يبقى ان شاء الله وش حضرتك خير كده على المنتخب المصري يا كابتن حسن. وزي ما فرح قالت ذكريات كتيره جدا لحضرتك في تغطيه كل البطولات الامم الافريقيه، ولكن اكيد بتربطك بعض الذكريات الخاصه مع منتخبنا الوطني المصري. بس النهارده بقى احنا مش هنسيبك الحلقه دي، هنفضل معاك كده لحد ما نعرف ابرز الذكريات الخاصه لحضرتك. طبعا بص، انا بشوف كوره من زمان من وانا طفل، يعني بتفرج عليها وبحبها جدا من زمان قوي يعني لكن في بطوله انا يعني مش هنساها ابدا، لان انا حضرتها في الاستاد 74، وكنا بنلعب يعني كاس امم على ارضنا وخسرنا البطوله دي. الحقيقه ما كناش لازم نخسرها ابدا يعني، وده حالة من الحالات النادرة اللي الواحد كان بيتصور ان مصر ممكن تكسب على ارضها بطولة 74. انا بقول ان في مثلا اربع خمس بطولات
كنا قريبين قوي ان احنا ناخدها ونكسبها زي 84 مثلا، انما النهاية احنا رصدنا 7 بطولات بس يعني. لكن البطولة اللي انا استمتعت بيها 98 اولا اللي كسبناها في بوركينا، اللي كان الكابتن جوهري هو المدير الفني للمنتخب، بجانب طبعا الثلاث بطولات المعجزة 2006 و2008 و2010. دي بطولات مش هنساها ابدا يعني. بس افريقيا اتطورت جدا في فترة من الفترات، وانا احساسي ان المنحنى بتاع كاس الامم حتى الان يعني ابتدى ينزل شوية. 6 مباريات لغاية دلوقتي في الكاميرون. الكره مش عبد الله السعيد، محمد الشناوي، رمضان صبحي، محمود علاء، ايمن اشرف، ومحمود حمدي الونج. اعتقد اللي اول مره يشاركوا اكتر من اللي شاركوا قبل كده. عايز اعرف حضرتك تقييمك ايه وشايف الجيل الحالي عامله ازاي؟ ايجابيه كتير في الاجيال ده طبعا، يعني ان عدد الناس او اللعيبه اللي بتشارك النهاردة في كاس الأمم أكتر من عدد اللعيبة اللي شاركوا قبل كده في كاس الأمم. دي ظاهرة كويسة، بس أنا كنت أتمنى أن الظاهرة دي تبقى بدري شوية. وعلى فكرة دي الغلطة اللي احنا عملناها بعد 2010، وعشان كده ما تأهلناش 3 مرات متتالية إلى نهايات كاس الأمم. احنا كنا الأبطال 3 مرات ورا بعض. مش حكاية تغيير الأجيال أو تواصل الأجيال احنا افتقدناه في الفترة دي، إنما ظاهرة كويسة جدا إن يبقى منتخب مصر فيه لعيبة جديدة بتشارك في كأس الأمم لأول مرة. بس أنا بكرر إن كنت أتمنى إن ده يحصل من بدري، عشان الجيل ده اللي هو هيلعب النهاردة مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا كان يعني يبقى عنده رصيد من الخبرة شوية في البطولات الأفريقية. ده كان لازم يبقى التغيير ده كان لازم يبقى بدري شوية، للأسف أنه ما حصلش. أتكلم مع حضرتك طبعا عن أحد الأمور المشابهة وأنا عايز أربطها شوية. من وقت بطولة 86 لبطولة 98 المنتخب الوطني المصري غاب عن التتويج بالبطولة الأفريقية مدة تواصلت ل 12 عام بالظبط لو هنيجي نحسبها ميلاديا. احنا برضو من 2010 لحد عام 2022 12 سنة. اعتقد احد الامور الايجابية وفي تشابهات كتيرة جدا، كنا غايبين بعد جيل كبير جدا متواجد واكثر من رائع في 86، وفجأة في 98 نفس الامور. الكابتن الجوهري جدد الثقة في لاعبين كانوا صغار في السن وقتها، محمد عمارة وياسر رضوان والكابتن حازم امام، مع بعض الخبرات اللي كانت موجودة زي الكابتن هاني رمزي والكابتن حسام حسن صحيح. احد اللاعبين الباقيين من جيل 90 اللي وصلوا كاس العالم، وايضا طبعا. يعني عملوا توليفه، اعتقد في امور كتيره متشابهه. هاخدك للذكريات اللي كانت في بطوله 98 وازاي نقدر نستفيد ببعض الامور اللي تكون مشابهه في بطوله 2022 باذن الله. هقول لك حاجه بقى، اول حاجه انا فاكرها كويس جدا ان الكابتن جوهري قبل ما الفريق يسافر عشان يشارك في البطوله كان عامل مؤتمر صحفي وانا كنت قاعد جنبه، وقال بالنص تصنيف مصر في هذه البطولة 13، قال كلمة تصنيف المنتخب 13. طلع الإعلام كله والناس والدولة كمان تقول هو الجوهري بيقول إن احنا رايحين وحناخد المركز 13، يعني طب ليه؟ طب رايح ليه بقى؟ حتى تعرض لبعض العراقيل يعني من مسؤولين يعني. طب رايح ليه بقى؟ المهم انا قلت له يا كابتن انت بتقول الناس فهمت غلط، انت قايل التصنيف وهم بيقولوا المركز. قال لي لا 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 كويس قوي كده، خليهم يبقوا فاهمين ان احنا رايحين ناخد المركز ال 13 عشان ما يبقاش علينا ضغط. وراحوا كسبوا البطوله. فكره الضغط دي كان الجوهري حريص جدا ان ما يبقاش في ضغط اعلامي بيطالب بالبطوله او بيشارك، يعني كل ما بنشارك في بطوله احنا بنطالب دايما بالكاس. فقال لك كويس قوي ان مفيش هذا الضغط. طبعا شارك بعض النجوم الكبار كان في اعتراضات اعلاميه عليهم زي حسام حسن مثلا. ولو فاكرين حسام حسن كان يسجل جون من هنا ويروح للكاميرا يقول لنا احنا يعني انتوا يعني شايفين كويس ولا مش شايفين؟ يا صحفيين يعني.
لان طبعا كان في اعتراضات على مشاركه حسام، لكن حسام مسجل 7 أهداف على ما اذكر يعني، وكان الحقيقه كان الكره بتحبه جدا في الدوره دي. يعني هو لو كح كان ممكن يجيب جون. يعني يمكن كل صحفي بيكون اهم شيء عنده هو ان هو يحصل على مصدر، وفي نفس التوقيت في ذكريات بتكون خارج كل التوقعات وكمان بتخرج كل يعني الظروف. عايز اعرف يعني لو رجعت مع حضرتك كده بتوقيت قديم شويه، افتكر معاك اكتر الحاجات اللي كانت خارج الصندوق او الحاجات كمان اللي ما كانتش متوقعه في بطوله من البطولات، وحضرتك كنت شاهد على الحدث ده، سواء اذا كان بقى يعني باصابه لاعب في الدقائق الاخيره، بلاعب كان خارج كل التوقعات وتالق في البطوله، برهان لمدير فني على لاعب وكان عنده وجهه نظر في اختياره للاعب ده، يعني تفاصيل كتيره جدا عايزين حضرتك تقولها لنا كصحفي متواجد في الحدث، واكيد حضرتك طبعا اكتر واحد كنت شاهد على الامور دي. طيب هقول لك حاجه، يعني انا من في 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 ذكريات بالقرايه والمتابعه من بحكم المهنه، يعني بطولات 57 59 62 او 63 يعني، و 74 انا حضرتها في الاستاد، لكن انا من سنه 84 كصحفي بقى بغطي بطولات كاس الامم الافريقيه من ايامها لغايه النهارده يعني. ما شاء الله. ف 84 كان لازم احنا عملنا عروض كويسه جدا في 84. كان طاهر وزيد نجم هذه البطوله، وكان الكابتن عبد الصالح الوحش هو المدرب. الحقيقه في مدربين وطنيين كان ليهم رهانات على النجوم وعلى اللعيبة، يعني حسام حسن طبعا رهان كابتن الجوهري، حازم إمام، أحمد حسن، المجموعة بتاعة 98. لكن أنا عايز أرجع بس ل 86 لأن أنا كنت موجود في الملعب في المباراة النهائية اللي الكابتن لطيف رحمه الله وهو بيعلق قال يعني متشكرين يا كان لاعب الكاميرون اللي ضيع ضربة الجزاء الأخيرة. تتصوري ان الاهرام يومها، وانا كنت عضو في فريق التحرير الرياضي بتاع الاهرام، عمل حمله على مايكل سميث مدرب الفريق لان الاداء كان وحش جدا رغم ان احنا كنا الابطال، وكانت النتيجه ان مايكل سميث تمت اقالته وهو بطل لكاس 86. ولو الناس ترجع للارشيف بتاع الاهرام هتلاقي صور لمايكل سميث وهو شايل شنطته، ده المدير الفني بتاع المنتخب، وماشي في شارع الجبلاية ويرحل عن الاتحاد. تصوري تأثير الصحافة أيامها كان إيه، وقوة الأهرام كانت إيه أيامها. إحنا كنا بنتكلم على مدرب بطل وفريق بطل، لكن عملنا حملة رفضا للأداء اللي قدمه منتخب مصر في 86 رغم أنه البطل، وكانت النتيجة أن مايكل سميث ماشي. طبعا بعد كده بقى الحقيقة غبنا جدا عن 12 سنة تقريبا لغاية ما الجوهري أخذ بطولة 98، وكان في استقبال رئاسي للمنتخب في المطار، ودي كانت حاجة إيجابية جدا وليها معاني كثيرة الحقيقة قوي. يعني احنا فاكرين الناس كانت أو الشعب المصري بيفرح قد إيه لما بناخد بطولات الأمم الأفريقية. إنما نروح بقى للمعجزة بتاعت كابتن حسن شحاتة في 2006 و8 و10. 2006 البطل كان الجمهور بتاعنا، الحقيقه مش معقول هذا الجمهور، هذا الجمهور اللي هو يعني الاسر المصريه اللي كانت في الملعب، وعلم مصر اللي كان بيرفرف في كل حته في الاستاد. وبالمناسبه بقى منتخب مصر بالنسبه لي انا هو العلم بتاع مصر. يعني طبيعي جدا ان انا ابقى بنفعل وبشجع وعايز منتخبنا يعمل احسن نتيجه ويعمل احسن اداء. بس المعجزة بقى بتاعت الكابتن حسن شحاتة والجيل بتاعه كانت غريبة جدا، لأنها يعني صعب قوي إن في فريق ياخد بطولة قارية 3 مرات على التوالي. كابتن حسن بقى كان بيراهن على نجوم طبعا كتير جدا وجيل عظيم، لكن الرهان بتاعه بقى اللي كان غريب قوي جده. جده اللي كان بيشارك في آخر ربع ساعة ويجيب أجوان ويعمل أجوان وأهداف، عايز تهده هات له جده، ليها تأثير مباشر على البطولة. بالظبط كده. يعني يا ريت نجيب جده النهارده.
لكن نقدر. بالظبط كده يا كابتن حسن، والله ذكريات حلوه قوي. واعتقد كمان كابتن عمرو الزكي كان من النجوم ايضا، يعني حضرتك فاكر الموقف الشهير طبعا لكابتن حسن شحاته مع كابتن احمد حسام ميدو طبعا، وساعتها انا صح بالظبط. من في حاجات كده محفوره في التاريخ. طب انا طبعا بصي بقى، يعني اليوم ده انا كنت ورا كابتن حسن شحاته قاعد في الاستاد برضه، وحصل التغيير وميدو طبعا اعترض على التغيير. كل مره انا معلش يا ميدو بقى انا بلعبك يعني. فنزل عمرو زكي، اول ما نزل حط رجله في الملعب جاب جون. صحيح. فالكابتن حسن اتدور للجمهور وللجهاز بتاعه، انا صح. طبعا انا كنت سامعه كويس قوي لان انا كنت قريب جدا منه يعني، انما يعني كان في قرارات صعبه طبعا في اليوم ده بسبب اعتراض ميدو انه خروجه من المعسكر طبعا. لكن احنا كنا بنتكلم بقى على جيل عظيم جدا، وفي واقعه انا بس عايز اذكرها بتاعت زيدان وسونج. لما وقع زيدان واتكعبل اي لعيب تاني خلاص بقى. لكن يعني تصوري الواقعه دي، انا قعدت برضه اكتب عنها كتير جدا لان كان ليها معنى. الروح القتاليه اللي عند كل لعيب في المنتخب المصري. زيدان وقع واتكعبل وخلاص وفقد الامل، واحنا فقدنا الامل في الكوره. راح اخذت بتاعه منتخب مصر وادتني بتاعه منتخب الكاميرون ساعتها هم فازوا بالبطوله. عايزه اقول لحضرتك ان الجون ده على الاخص بتاع سونج وبتاع طبعا زيدان في التوقيت ده، والمشهد اللي حضرتك بتحكي عليه مش قادرين ينسوه ابدا، واكتر حاجه كانت وجعاهم ومضايقاهم جدا على مدار التاريخ. صحيح صحيح بجد، بدليل حتى كمان انا كمواطن مصري وصحفي كمان انا ما نسيتش المشهد ده. وتخيلي صحيح. بقى ان انا امسك المشهد ده واكتب عنه مقالات قد ايه ليه معاني كثيره جدا. بس انا برضو عايز اضيف حاجه بقى، احنا طول عمرنا وانا من واحد من الناس اللي بيقول عايزين محترفين كتير يروحوا اوروبا عشان ناخد كاس الامم وزي الكوت ديفوار والكاميرون وغيره. الكابتن حسن شحاته بالجيل بتاعه كان فيه كام واحد محترف؟ 3 4 5. احنا كسبنا فرق كلها محترفين، القايمه كلها محترفين في اوروبا. يعني القضيه مش كام محترف، المهم انت الجيل بتاعك عنده ايه وايه هي الامكانيات بتاعته والروح القتاليه والضغوط اللي عليه. احنا لعبنا احسن كوره في 2008 عشان روحنا 2008 محدش قال للمنتخب هات البطوله. ما هو بعد ما كان بطل 2006 انا ما توقعتش ابدا مثلا ان احنا نروح وناخد البطوله في 2008. قلت ان احنا لو وصلنا للدور قبل النهائي ده يبقى انجاز كبير جدا للكابتن حسن شحاته. لعبنا اول مباراه وكسبنا الكاميرون 4-2، وهي المباراه دي اللي اديتنا بطوله 2008. ارجو النهارده لما نلعب مع نيجيريا نعمل مباراه كبيره، لان دي مفتاح ان شاء الله صدرت المجموعه، وكمان باذن الله نكمل المشوار بشكل جيد وبثقه. دي حاجه مهمه جدا كابتن يعني. حسن، بمناسبه ذكر محمد زيدان، ويعني مصريين كتير او الاعلام في مصر بشكل عام بيصنفوا ان هو افضل محترف مصري افاد مصر فيها البطولات المجمعه. حضرتك ذكرت بطوله 2008 وصنعته للهدف لمحمد ابو تريكه، بطوله 2010 ايضا صنع الهدف لمحمد ناجي جدو، والاهداف دي كمان اهداف في المباراه النهائيه بجانب اهدافه المختلفه سواء في بطوله كاس العالم للقارات او يعني لكاس الامم الافريقيه. بتشوف محمد زيدان تحديدا يعني خلال هذه الفتره والانجازات اللي عملها، ومصر قادره انها ايضا تواصل قصه التالق في البطولات بوجود لاعبين محترفين قادرين ان هم يفيدوا مصر في هذا الصدد تحديدا؟ طيب يعني احنا نكون على تواصل مع الكابتن حسن المستكاوي، ممكن يكون بس في يعني عطل في الارسال، ولكن بشكل عام زي ما الكابتن حسن المستكاوي اتكلم على ذكرياته السعيده في كاس الامم الافريقيه، كلنا يعني تحديدا الجيل كمان اللي اتفرج على بطوله 86 وبطوله 98، بعد كده تتوالى البطولات لمصر في الحقبه الاخيره تحديدا بطولات 2006 و2008 و2010، كل هذه الامور ايضا قادره انها تدينا احنا كشعب مصري امل دايما ان منتخب مصر بمن حضر في اي توقيت قادرين دايما ان احنا
نكون احد الاسماء المرشحه، حتى لما غبنا ثلاث مرات متتاليه عن بطوله كاس الامم الافريقيه وظهرنا بعد كده في نسخه 2017 مع هيكتور كوبر المدير الفني، قدرنا باللاعبين ان احنا نوصل بعد ثلاث اخفاقات. تخيلوا حضراتكم زي ما كابتن حسن وضح، ثلاث مرات متتاليه البطل، ثلاث مرات اخفاقات، نوصل في بطوله 2019 وللاسف بعد ما كنا متقدمين نخسر فيها المباراه النهائيه بهدفين مقابل الهدف واحد. دايما اسم مصر فيها البطولات المجمعه اسم يخوف كل المنافسين. 2017 ايوه مش 17 انا بتكلم على الماتش النهائي او يعني بعد ثلاث لا اخفاقات. لا انا اقصد عشان قلت 2019 2017 اللي هي الجابون. ماشي الناس فاهمه انا عايز اقول. ايوه يا غني، ما انا بقول لك ان انت قلت 2019 مكان 17. حقك عليا. يعني مش حق عليك خالص يعني. بس مركزه. ف 2017 طبعا بعد ما وصلنا للمباراه النهائيه يعني كان طبعا يعني خيبه امل لينا ان احنا بعد ثلاث اخفاقات نخسر في المباراه النهائيه، ولكن ده الرساله اللي انا عايز اقولها بشكل عام، ان مصر دائما بمن حضرت. مصر قادره في البطولات المجمعه انها تكون دائما بتصدر قلق للمنافسين بشكل عام، لأن تاريخ مصر كبير جدا، ويكفي إن احنا حتى هذه اللحظة سبع مرات متتالية بنكون معانا كمان اللقب التاريخي. عندنا كمان على المستوى الفردي يعني لاعبين عندهم اسماء كبيره جدا، الكابتن احمد حسن والكابتن عصام الحضري اكثر اثنين لاعبين متواجدين بلقب البطوله الافريقيه، كلاهما حصل على هذا اللقب اربع مرات، يعني اكثر من تاريخ منتخبات كثيره جدا. عشان ما نروحش للحته دي، في منتخبات كثيره اخذت البطوله مره ومرتين، فاعتقد ان يكون عندنا اثنين لاعبين فقط واخدين هذه البطوله اربع مرات، فكل دي امور تاريخيه وامور تخلينا نشعر بالفخر لمنتخبنا الوطني المصري، اضافه ان احنا دلوقتي عندنا افضل لاعب في العالم محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني المصري واللي بيتالق مع فريق ليفربول. بشكل عام يعني كده بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني المصري في هذه البطوله. هنواصل مع حضراتكم فقراتنا النهارده على مدار اليوم، والفقره التاليه هنوصل لفقره اون فاير نيوز. هواصل حديثي مع حضراتكم وباقي أخبار منتخبنا الوطني المصري، ولكن هنتكلم على بعض الأمور الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية. أيضا الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى بعض المخاطبات بالفعل لاستدعاء بعض الحكام الدوليين زي الكابتن أحمد الغندور والكابتن محمد معروف عشان يبدأوا عملية إدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون في نسختها رقم 33. زي ما حضراتكم عارفين الكورونا تفشت بشكل كبير جدا في كأس الأمم الأفريقية، طالت بعض الأجهزة الفنية، طالت بعض اللاعبين، ولكن كمان التركيز الأهم كان على بعض الحكام. في 12 حكم بالفعل أصيبوا بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وده قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية. عشان كده الاتحاد الأفريقي كان عنده بعض الحلول السريعة إن هو لازم كمان يستدعي بعض الحكام عشان يبدأوا عملية إدارة المباريات البطولة مستمرة لحد 6 فبراير المقبل بإذن الله. فعشان كده بنتمنى للسلامة للجميع، وزي ما حضراتكم عارفين إن كان من مصر هناك بعض الحكام زي الكابتن محمود البنا والكابتن أحمد حسام طه اللي أصيبوا للأسف بفيروس كورونا، بنتمنى لهم ان شاء الله الشفاء العاجل عشان يقدروا يرجعوا يمثلوا مصر تاني في هذه البطوله، ولكن كحكام عشان تكون مصر متواجده في كل الاحداث بشكل عام. يا فرح ك يعني لاعبين وحكام، دايما الكوادر المصريه الحمد لله ناجحه في كل المجالات. طبعا يا غانم، وده اللي بنشوفه على مدار التاريخ، يعني دايما بصراحه مصرنا الحبيبه وكل الكوادر المصريه بتقدر ان هي تثبت نفسها في كل البطولات، وبنتمنى لهم يا رب دايما كده كل التوفيق، وان شاء الله يكونوا دايما ولاد مصر مشرفينا في كل مكان. نروح مع حضراتكم بقى كمان النهارده للمباراه والتفاصيل الخاصه ب التيشيرت او لون التيشيرت اللي هيرتديها المنتخب الوطني. بيرتدي المنتخب الوطني في مباراته اليوم مع نيجيريا في افتتاح المجموعه الرابعه باذن الله لبطوله الامم الافريقيه زيه الاساسي بالوان علم مصر المكون من القميص الاحمر، الشورت الابيض والجوارب السوداء. هيرتدي المنتخب النيجيري وطبعا كل الطاقم اخضر، وده جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراه اللي تم عبر تطبيق زوم عشان ينفذوا سياسة اللجنة المنظمة بالتباعد قدر الإمكان من فيروس كورونا. تابع الاجتماع من الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب المصري، عمرو سلمان إداري الفريق، وعبد الله سيد مسؤول المهمات. يا رب كل التوفيق معاهم بإذن الله النهاردة. الحمد لله، يعني كل المنتخبات بتعاني من فيروس كورونا، ولكن الحمد لله طبعا بنحمده ان منتخبنا الوطني المصري بغض النظر عن الاصابات اللي كانت موجوده في الجهاز الفني والاداري، ويعني اصابه محمد ابو جبل وابراهيم عادل فقط كاحد اللاعبين المشاركين في هذه البطوله. بشكل عام الحمد لله منتخبنا بيدي مثال كمان للروح الخاصه بالالتزام. روح الالتزام هامه جدا دايما داخل منتخبنا الوطني المصري. بشكل عام في اجراءات احترازيه كتيره جدا، كيروش كمان كان منبه على كل اللعيبه زي ما سمعنا
زميلنا العزيز حسن غنيمة، لما المنتخب كان مسافر كان في تعليمات واضحة لكروش ان الجميع لازم يلتزم بارتداء الكمامة، يعني يحرصوا دايما ان ما يكونش في اختلاط مع اي حد خارج، زي ما يكون كده كروش عامل بابل للمنتخب خاصة بيه عشان ما يحصلش اي اصابة مفاجأة يعني تخلي في اضطرابات كتيرة داخل منتخبنا الوطني المصري. ولكن الحمد لله منتخبنا الوطني المصري يعني سلبية المسحة لجميع اللاعبين، وده قبل لقاء منتخب نيجيريا، واعتقد نتمنى ان شاء الله ان منتخبنا يستمر في هذه الالتزامات عشان ندي مثال كمان، مش بس فقط داخل الملعب، لا احنا خارج الملعب كمان عندنا لاعبين يعلموا تماما معنى الاحتراف وواعيين تماما ان اي ضرر هيكون في اي لاعب منهم ممكن يضر المنتخب بشكل عام، فبالتالي يضر منتخبنا الوطني المصري في هذه البطولة. بنتمنى إن شاء الله السلامة لكل اللاعبين، ويستمر المنتخب دايما في تقديم كل الأمور الهامة لباقي المنتخبات الأخرى. الحقيقة إنه في بعض التصريحات دايما بتأكد قد إيه اللاعب ممكن يكون عنده نهم وشغف شديد وإصرار وعزيمة إنه يفوز بالبطولة. هنا لما بتكلم عن نجم مش عادي، نجم يمكن انضم كتير جدا مع منتخبنا المصري على مدار 11 عام، ولكن كل مرة بيكون نفسه إنه يحقق إنجازات وبطولات مع المنتخب المصري. هنا بتكلم على محمد صلاح. كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد صلاح قائد المنتخب الوطني والمحترف طبعا في صفوف ليفربول الإنجليزي كانوا حريصين على ان هم يتفقدوا ملعب مباراة النهاردة ان شاء الله، واللي هتجمع الفراعنة مع نيجيريا في اولى مباريات المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية واللي تقام في الكاميرون. الجميل في الأمر ايه؟ هي تصريحات محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول، واللي قال بعض الكلمات بتأكد قد ايه هو عنده حاجة عايز يقدمها للجمهور المصري، وقال ان لاعبي المنتخب هيبذلوا قصارى جهدهم خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال النجم المصري انه بيطمح للتتويج بأول لقب مع الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية، وده بعد ما شارك في عدة نسخ سابقة وما فاز بأي واحدة منها. وقال كمان انه لعب 11 سنة مع المنتخب الوطني ومع مجموعة مختلفة من اللعيبة، ورحنا لكأس الأمم 3 مرات وبنحاول جاهدين ان احنا نفوز ونحقق اللقب. لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الإفريقية، ولكننا هنبذل قصارى جهدنا عشان نرجع لمصر واحنا طبعا فايزين بالبطولة. قال كمان عن الضغط الكبير من الجمهور المصري، ده بسبب ان هم طبعا الأفضل في القارة، ده بالنسبة للمنتخب المصري، وده من حيث تحقيق اللقب، إن المنتخب المصري قدر إن هو يفوز بالعديد من البطولات على مدار التاريخ، ولكن هو عقله بقى فين؟ عقله دلوقتي مع المنتخب المصري، ما بيفكرش في أي حاجة تانية، وبيطلب من الجميع إنه يدعمه، وبيطالب وطبعاً بيقول لكل الناس إن هي تدعم المنتخب المصري، وبيقول كمان إنه الناس دايماً بتدعمهم وبتطالبهم بتحقيق البطولة. بنتمنى للنجم المصري محمد صلاح النجم العرب، ويعني هنا بنتكلم على رمز كبير جدا، اكيد نفسه انه رغم كل الانجازات والارقام القياسيه اللي محققها مع ليفربول، ولكن دايما بيظل اي لاعب مهما وصل سقف طموحاته، ولكن دايما بيكون عايز يحقق انجازات تاريخيه مع منتخب بلده. بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، البطوله دي ربنا يوفقه فيها ويوفق كل رجالتنا في منتخبنا المصري. المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نيجيريا ومنتخبنا الوطني المصري في افتتاح البطولة أيضا كان في بعض التصريحات الهامة جدا للمدير الفني الخاص لمنتخبنا الوطني المصري البرتغالي كارلوس كيروش، اللي كان عنده بعض التصريحات الهامة خليني سريعا أستعرضها مع حضراتكم. أكيد اتكلم على رغبته في تحقيق الفوز في هذه البطولة بشكل عام، واتكلم برضو قال إن لا بديل عن الفوز لمنتخبنا الوطني المصري خلال مشوارنا في هذه البطولة، وده انطلاقا من مباراة نيجيريا. كيروش أيضا كان اتكلم على هامش المؤتمر الصحفي وقال إن يعني بشكل عام هيكون مستهل مشوار المنتخب الوطني في دور المجموعات، عندنا طموحات بسيطة وهذه الطموحات هي الفوز بجميع المباريات. قال أيضا إن لدي خيارات جيدة في فريقنا، قال أيضا إن لدينا 7 مباريات نلعبها وستكون استراتيجيتنا في الملعب مختلفة بناء على كل مباراة. كيروش أيضا أضاف أخيرا في آخر تصريحاته الهامة إن شرف كبير لنا أن نبدأ المنافسة ضد نيجيريا، لدينا فريق مميز يمتاز بأداء عالي وسنقدم أفضل ما لدينا. دي كانت أبرز تصريحات كروش الخاصة بالمؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا، نتمنى إن شاء الله أنه هو يكون موفق في إدارة هذه المباراة. طيب
تفاصيل كتيرة جدا بقى أكيد عايزين نعرفها من النجوم اللي قدروا إن هم يشاركوا في بطولات منتخبنا المصري وكأس الأمم الإفريقية، وتفاصيل كتيرة جدا أكيد ما فيش أجمل ولا أحلى من إن إحنا نسمعها من كابتننا كابتن عبد الظاهر السقا نجم منتخبنا المصري طبعا السابق. بنصبح على حضرتك يا كابتن عبد الظاهر، صباحك زي الفل. يا صباح الفل يا فرح، يا صباح الفل يا غانم، وحشني جدا جدا جدا. وحشنا جدا جدا يا كابتن. الله يخليك. وحضرتك وحشني. في البدايه كده يا كابتن عبد الظاهر، هتشوف ماتش مصر النهارده فين عشان انا هاجي اشوفه معاك؟ لا انت مش تقدر تشوفه معايا لان انا في معسكر الفريق. اوكي. فاحنا كلنا كفريق هنتفرج معاه مع بعض وكده يعني باذن الله. ان شاء الله يكون صباح جميل على مصر وجمهور مصر النهارده وابطالنا ان شاء الله يفرحونا. ماتش هنا ماتش النهارده غانم مهم جدا لان انت بتلاعب اصعب فرقه في المجموعه، فانت عايز تصعد اول، ان هترسم خريطه ان انت هتمشي ازاي في البطوله. فالمكاسب النهارده كتيره قوي ان شاء الله، ربنا يوفقنا ان شاء الله. ان احنا لو كسبنا النهارده ان شاء الله نلعب على الاول، وده المهم. ان انت استراتيجيتك في البطوله ده مهم جدا، يعني انت لو صعدت اول انت هتقابل بقى التوالت وكده. كابتن عبد الظاهر، مباراة صعبة في سمعنا شوية زي ما بيقولوا يعني. طيب عندك في اسئله فرح؟ طبعا. طيب كابتن عبد الظاهر، عايز اتكلم مع حضرتك كمان على التاريخ وتفاصيل كتيره جدا اكيد مرت مع حضرتك برضو مع المنتخب المصري. عايزين نعرف لما المنتخب كان بيكون يعني البعض كده ايه بيضغط عليه، او الجمهور المصري بطبعه دايما عايز المنتخب المصري يحقق الانجازات والبطولات، عايز اخد من اخر كلام كابتن محمد صلاح واللي بيأكد قد ايه عنده اصرار وعزيمه على مدار 11 سنه بيشارك مع المنتخب المصري ولكن عايز يحقق انجاز، المره دي نفسه ان هو يحقق لقب مع المنتخب المصري، وبيقول طبعا انه الجمهور بيضغط علشان نفسه ان هو يفرح بمنتخبه. تعليق حضرتك ايه على التصريحات دي، وشايف ازاي ده ممكن يترجم ببطوله؟ يمكن من الناس اللي لعبت بطولات افريقيه بتلاقيها حاسه جدا في محمد صلاح دلوقتي، التصريحات دي ليه بيقولها دلوقتي وهفسرها لك، بس بعد بقول لك ان الحمد لله الواحد عاش يعني محظوظ، كان محظوظ في فتره من الفترات ان هو كان خد بطولات مع اجيال مختلفه. يعني انا خدت 98 مع الكابتن جوهري، وكنا ساعتها منتخب اولمبي وطالعين مع الكابتن جوهري، فالاجواء كانت مختلفه تماما. كل بطوله فرح لها اجواءها ولها اللي قبل البطوله واللي في البطوله واللي بعد البطوله. فاحنا كنا في 98 رايحين محدش متخيل ان احنا ممكن ناخد بطوله. تمام. في 2006 نفس الحكايه برضو، كنا احنا مثلا بيقولوا علينا بطلوا بطلوا بطلوا. وظهر جيل عماد متعب، وظهر جيل الناس اللي عمرو زكي وميدو والناس ديت، والتحموا مع الجيل بتاعنا، فخدنا 2006 وبعدين 8 و10. فكل بطوله ولها ظروفها ولها لعبتها. لكن ليه محمد صلاح ما صرحش التصريح ده قبل كده؟ لان احنا ما كناش نقدر قبل البطوله ديت نقول ان اللعيبه ديت تقدر تاخد بطوله. ما كانش في لعيبه في كل الخطوط نجوم، كان كلهم مثلا بيعتمدوا في الفتره الاخيره على محمد صلاح. لكن النهارده لما تيجي تكلمي على الحارس المرمى الشناوي، ده احسن جون في افريقيا، فبتكلمي على كادر مهم جدا، نجم كبير جدا الشناوي، خلاص بقينا مطمئنين زيه زي الحضر ايام زمان، ما كنا مطمئنين ان الحضر في ظهره. لما تيجي تشوفي خط الظهر هتلاقي حجازي خلاص كابتن تيم، ليدر، يعرف كويس قوي يدير المباراه من ورا. الونش في احسن حالاته دلوقتي. فتوح انا شايفه من احسن باكات ليفت في افريقيا هجوميا. تمام. اكرم توفيق خلاص الثغره ديت خلاص سدها لنا بشكل كبير جدا، وبقى عندنا حد شبه احمد فتحي في الحته ديت. صحيح. بنقول عليه شويه كده وهنقول عليه قلب الاسد. اللي هو اللي بتاخده منه الحماس. نص الملعب طبعا حمدي والنني ولو كان تريزيجيه النهارده هيلعب، او كان هيلعب زيزو، ولا كان السوليه ان شاء الله رب العالمين، هل الراجل هيجازف فيه ولا لا. فديت عندك في كل خطوط نجوم، حدث ولا حرك بقى قدام، يعني بكفايه محمد صلاح عندنا. يعني انا لو انا بلعب قدام منتخب مصر وهلاعب محمد صلاح، انا هعمل ايه؟ يعني انا هعمل ايه فعلا؟ فاهمني؟ فعشان كده محمد صلاح حس باللعيبه اللي معاه، حاسس ان احنا لا
دلوقتي يا رجاله ممكن نقدر ناخد بطوله. يعني ما كانش في راس حربه محترف، خلاص بقى عندنا مصطفى محمد محترف في اكبر الانديه الاوروبيه، فاهماني؟ مرموش والنجم اللي ان شاء الله منتظرين كله انه يكسر الدنيا في البطوله وظهر لنا في ماتشين هايلين جدا، فاهماني؟ فاذا النهارده محمد صلاح شايف المنتخب انه قادر في كل حته، ان احنا عندنا اسلحه ان احنا نقدر نكسب فيها مطمن. لكن واحنا كنا بنكسب مباراه ما كناش احنا احسن افراد، احنا كنا احسن تيم، احسن جمعيه، احسن ناس بتغطي على بعض، احسن روح في البطوله. عشان كده كنا بنكسب البطولات وبنكسب نجوم كانوا نجوم عالم زي مثلا كوت ديفوار، السنغال، كل الناس دي كنا بنكسبهم بسبب ان احنا روح واحده، تيم واحد، بنلعب ان احنا النهارده هنكسب رجاله، مالناش دعوه احنا بنلعب مين، احنا هنكسب. فكان الموضوع عندنا مختلف، النهارده شامين الريحه دي، يعني حاسين بيها، حاسين ان المنتخب لا يقدر النهارده يفوز بالبطوله وان شاء الله رب العالمين. يا رب باذن الله. في نسبه توفيق وده شيء مهم جدا يا جماعه، التوفيق ده الناس ممكن ما تقول لك توفيق ازاي؟ انت لو كويس، لا احنا في كل البطولات كان في توفيق رهيب. لو جيت في كل الماتشات احنا في ماتشات ما نكسبهاش خالص، لكن توفيق والجمهور اللي صحيح. كان في الصراحه كان بيدينا دافع مهم جدا. بالظبط بالظبط يا كابتن عبد الظاهر، تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا لوجودك معانا، وباذن الله كده ربنا يوفق منتخبنا المصري اليوم باذن الله، ويكون استكمال للنجاحات اللي قدر جيل حضرتك وكل الاجيال تحققها على مدار تاريخ منتخبنا الوطني. صباحك زي الفل يا كابتن. تحياتنا لحضرتك يا كابتن عبد الظاهر. مشاهدينا، يعني استمرارا ان احنا بنحاول نغطي كل صغيره وكبيره على مدار اليوم، ومتواجد معانا حاليا على الهواء مباشره من الكاميرون، وقبل ساعات من انطلاقه مباراه منتخبنا الوطني المصري امام نيجيريا، الزميل العزيز حسن غنيمه اللي اكيد عنده كل الحصريات، كل الاخبار الخاصه بمنتخبنا الوطني المصري وتفاصيل الساعات القليله القادمه باذن الله. حسن بصبح عليك انا وفرح، واكيد يعني هسيبك بقى تتكلم، عندك تفاصيل كتيره جدا، والاهم التفاصيل الصغيره كمان واجواء الساعات القليله القادمه. صباح الخير يا غانم، صباح الخير يا فرح، صباح الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يمكن زي ما انت قلت يا غانم، مش بنسيب اي كبيره وصغيره، واحنا النهارده كاميرا اون تايم سبورتس موجوده حصريا في مدينه جروه الكاميرونيه عشان نتابع معاكم اجواء وكواليس منتخبنا الوطني في مستهل مشواره النهارده امام المنتخب النيجيري في بطوله الامم الافريقيه 2022. يعني النهارده يا غانم يعني في حاله ارتياح كده داخل معسكر منتخبنا الوطني، وثقه كبيره جدا الحقيقه وتفاؤل داخل المعسكر اننا قادرين على انتزاع الثلاث نقاط النهارده، ثلاث نقاط بالتاكيد هتكون عنيده امام منتخب عنيد بحجم المنتخب النيجيري. لكن خليني اقول لك يا غانم انه يعني الجماهير النيجيريه بقى لها 48 ساعه بتزحف بكثافه كبيره جدا لمدينه جروه الكاميرونيه نتيجه لقرب المسافه ما بين الكاميرون ونيجيريا 100 كيلو متر فقط. اي مواطن يقدر انه يكون موجود في ظرف ساعتين داخل ملعب روميدي اجيا اللي يستضيف مباراه النهارده بعربيته في خلال ساعتين، وبالتالي النهارده هيكون في طياره دريم لاينر، ودي من الطيارات الكبيره الكويسه من مصر للطيران، ان شاء الله توصل ب 300 مشجع مصري بسلامه الله الى مطار جروه النهارده، يعني الساعه حوالي 2:30 بتوقيت جروه، يعني قبل المباراه بحوالي 3 ساعات. المباراه النهارده بالتاكيد هتكون في تمام الساعة 6 مساء. الجمهور بالتاكيد ال 300 اللي هيجوا من مصر هيفرقوا كتير، وهيكون في يعني توازن في المدرجات ما بين الجماهير المصريه والنيجيريه. لكن غانم خليني اقول لك انه النهارده برضو في بعض التعليمات مهمه جدا بنقولها لجمهورنا اللي جاي في الطريق، في تحليل بي سي ار هيتم عمله في مطار جروة قبل التوجه إلى ملعب المباراة. كمان يعني خلاص المكان بتاع الجمهور المصري أصبح محدد داخل ملعب روميدي أجيا، وبالتالي هتكون بالتأكيد مباراة قوية جدا. كمان يا غانم بقى حالة ارتياح جوه المعسكر بعد ثبوت سلبية جميع اللاعبين من فيروس كورونا، كان طبعا الكل حاطط إيده على قلبه أن يغيب أحد اللاعبين الأساسيين. غانم خليني اقول لك النهارده التشكيل المتوقع بنسبه 99.5% اللي هيبدا بيه كيروش المباراه النهارده، محمد الشناوي لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر احمد فتوح ناحيه الشمال، اثنين قلبي دفاع حجازي والونش، ناحيه اليمين هيكون اكرم توفيق،
في منطقه وسط الملعب هيلعب بالثلاثي حمدي فتحي ومحمد النني، والاقرب ان اللي يشغل المركز الثالث في نص الملعب مركز 8 هيكون تريزيجيه، وخاصه انه تريزيجيه بيتالق خلال كذا تدريب اللي فاتوا ورجع من الاصابه بشكل كبير، ربنا يحفظه ويكون ورقه رابحه لينا في هذه البطوله. الخط الهجومي هيكون محمد صلاح ناحيه اليمين، في الوسط في نص خط الهجوم هيكون مصطفى محمد، ناحيه الشمال هيكون عمر مرموش. حتى واضح انه يعني كيروش هيعتمد على عمر مرموش وتريزيجيه ناحيه الشمال عشان يعمل جبهه هجوميه قويه ويستغل بعض الغيابات في خط الدفاع النيجيري. خليني اقول لك كمان يا غانم، يعني التذاكر بتاعه المباراه تم طباعتها متاخر جدا، في ساعات متاخره امبارح من الليل، نتيجه لانه انتشر بشكل كبير جدا التذاكر المضروبه والتذاكر المزوره في شوارع جروه، وبالتالي الكاف فضل ان هو ياخر شويه طباعه التذاكر. كمان خليني اقول لك انه كيروش داخل فندق الاقامه امبارح طول يعني بعد ما رجعوا من التمرين، لان طبعا الصبح كان في مؤتمر صحفي لكيروش ومحمد صلاح، وكيروش يعني هرب من كل اسئله الاعلاميين والاعلام الافريقي اللي حاول انه يعرف ملامح تشكيل منتخبنا الوطني، وبصراحه كيروش من المدربين اللي بيعرف يرد كويس جدا على الاعلام العالمي، ما ادالهمش اي معلومه خالص بخصوص التشكيل. بالتاكيد كيروش ثعلب كبير، ونتمنى نشوفه النهارده ان شاء الله ثعلب داخل الملعب. كمان كان في بقى يعني مفاجآت خلال التدريبات الحقيقه امبارح واول امبارح في معسكر منتخبنا الوطني. المفاجآت هي انه في تألق لاعبين يعني بعيد عن العين شويه، مش متوقعين ان هم يبداوا المباريات كاساسيين. مروان داوود، محمد عبد المنعم، محمود جاد، محمد صبحي، اللعيبه بتقدم مستويات رفيعه المستوى الحقيقه داخل التدريبات، وبيقدموا مستوى قوي جدا، وده اللي خلى كيروش عنده حيره من كتر اللعيبه الجاهزين. بسم الله ما شاء الله، ربنا يكملنا كده لحد اخر البطوله، واحنا لو كسبنا النهارده وكسبنا المباراه الجايه وارد جدا نشوف وجوه جديده في مباراه السودان، لكن طبعا احنا غرضنا صداره المجموعه، عشان كده كيروش ما بيهزرش، وخاصه انه مدينه جروه الكاميرونيه خلاص مصر ليها شعبيه كبيره جدا، وكل المواطنين الكاميرونيين الحقيقه بيعتبروا مصر بلدهم الثاني، وعشان كده لينا الافضليه ان احنا لو طلعنا اول مجموعه نرجع تاني هنا في جروه اللي بالرغم من بساطه امكانياتها لكن شعبها جميل وطيب بالتاكيد. كمان الحقيقه الامن الكاميروني الحقيقه يعني بيبذل مجهود قوي جدا خلال هذه البطوله في تامين جميع الجاليات اللي بتحضر هنا الى ارض الكاميرون، يعني احنا حتى البلد هنا بالليل شويه بتضلم بعد الساعه 6 اول ما الليل بينزل، ما بيكونش في حركه قوي في الشوارع، وبالتالي لو احنا كاجانب بنخرج من الفندق لازم بيكون مصاحب معانا الامن الكاميروني، بنشكرهم اكيد عبر شاشه اون تايم سبورتس. كمان بقى خلينا اكلمك النهارده على اجواء المباراه وملعب رومي دي اجيا هنا في مدينه جروه الكاميرونيه. هذا الملعب اللي تم انشاؤه عام 1978، وكان اخر تطوير ليه كان 2018 علشان يستعد لبطوله الامم الافريقيه بتصميم برتغالي وبتكلفه 150 مليون دولار، يعني بالتاكيد ملعب النهارده يعني يقدر ان هو يحمل 30,000 مشجع، من الملاعب الجيده، وبنطمن الجمهور المصري انه ارضيه الملعب يعني مش اسوأ حاجه، مش بسوء الملاعب الافريقيه، جيدة جدا، إن شاء الله ربنا يحمي لاعبتنا من الإصابات. يمكن يا غانم دي كانت معظم الأجواء والكواليس النهارده من مدينة جروة الكاميرونية، وإن شاء الله نكون موجودين مع بعض بكرة وإحنا فرحانين بأول 3 نقاط للمنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية 2022. بالتأكيد العودة ليك يا غانم، العودة ليك يا فرح، صباح الفل. صباحك زي الفل يا حسن، وشكرا جزيلا على كل التفاصيل، يعني اوفيت وكفيت بصراحه، اديتنا كل التفاصيل الخاصه بالبطوله ومباراه اليوم وكل الاجواء اللي ممكن الناس تكون كانت عايزه تعرفها. الدنيا عندكم بتقول ايه؟ التفاصيل واضح جدا كمان ان انت لابس يعني لبس خفيف، فاعتقد انه درجه الحراره زي ما انت كنت اعلنت من يومين 35 درجه، فاعتقد ان كل الامور على ما يرام الحمد لله. كل التفاصيل الخاصه بالملعب والاستعدادات الحمد لله، وكمان اداء اللعيبه اللي
كنت لسه بتشيد بيهم، اللي حتى بره الصندوق او بره كمان الفكر اللي ممكن الواحد يفكر فيه ان هم ممكن يشاركوا بشكل اساسي مع المنتخب المصري. تحياتنا ليك الزميل العزيز حسن غنيمه المتواجد من الكاميرون مع منتخبنا المصري، كل التوفيق ليهم النهارده ان شاء الله امام منتخب نيجيريا. مشاهدينا نستكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا واخبارنا، ولكن فاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه، انتظرونا. مشاهدينا بجدد تعب حضراتكم، نواصل باقي فقرتنا في صباح اون تايم. وصلنا ايضا لفقره من الفقرات الهامه وتحليل فني لمباراه منتخبنا الوطني المصري، ان شاء الله ساعات قليله بتفصلنا عن هذه المباراه. تحليل هيكون مع واحد من نجوم منتخبنا الوطني المصري سابقا ونجوم النادي الاسماعيلي الكابتن معتصم سالم اللي هيشرفنا في هذه الفقره، ونتكلم معاه عن كل صغيره وكبيره في القوائم الخاص بمنتخبنا الوطني المصري واستعداداته لهذا اللقاء. كابتن معتصم بصبح على حضرتك، واكيد مشرفنا ومنورنا في صباح اون تايم. صباح الخير عليك يا حبيبي يا محمد، وعليك وعلى فرح وعلى سادة المشاهدين، ويا رب ان شاء الله صباح نصر باذن الله لمصر كلها باذن الله. يا رب باذن الله. كابتن معتصم تحياتنا لحضرتك وصباحك زي الفل، ويا رب ان شاء الله يكون صباح كده جميل ويكون يوم جميل ووشه خير وسعاده يا رب على كل المصريين، وكل المصريين النهارده يكونوا راضيين عن اداء منتخبنا المصري. ولكن دايما لما بنقول يكونوا راضيين عن اداء المنتخب لازم يكون ده ليه كده ايه يعني حاجه مبشره منذ البدايه. هنبتدي معاك بالتشكيل، من وجهه نظرك ايه الخطه المناسبه اللي ممكن يلعب بيها كيروش النهارده في لقاء اليوم أمام منتخب نيجيريا؟ بص، هي الخطة المناسبة اللي هو مقتنع بيها واللي هو بيلعب بيها على طول، يعني احنا مش هنعرف نغير في فكر الراجل خلاص بيلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة، وكل مصر عرفت كده وشافت طريقته سواء في الماتشات اللي قبل كاس العرب أو في كاس العرب. هو الراجل بيلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة ودي الخطة اللي هيلعب بيها. لكن الخطة المناسبة يعني من وجهة نظر أي حد تاني كلام في الهواء ملوش اي قيمه. بالنسبه لمنتخب نيجيريا اتكلم عليه الاول، هو منتخب جماعي، يعني ما فيهوش النجم الاوحد، ما نعرفش فيه اسم كبير. وخد بالك ده برضو يكمن في الخطوره، يعني دي خطوره في حد ذاتها ان منتخب اغلبه من اللعيبه صغيرين السن، ما عندوش النجم الاوحد، فهتلاقي اللعب جماعي، فاللعب الجماعي بيبقى اصعب على اي فريق من اللعب الفردي. ده بالنسبه لمنتخب نيجيريا. بالنسبه لمنتخب مصر النهارده، هو في يعني اسماء كل الناس متفقه عليها، سواء الشناوي في حراسه المرمى، فتوح وعكازي والونش واكرم، وفي حمدي فتحي، وفي النني. هو الكلام كله على مين اللي هيلعب جنب النني، يعني رقم 8، وغالبا اظن هيبقى تريزيجيه او زيزو او عبد الله السعيد، والاغلب هيبقى تريزيجيه. الراجل راجع من اصابه وابتدى يلعب مع استون فيلا، وشفنا ان مستواه الحمد لله ان شاء الله هيرجع افضل من الاول باذن الله. ومن اللعيبه الخبرات العاليه والمهارات الفرديه، وهو لعب رقم 8 دي مع النادي الاهلي في بدايه طريقه مع النادي الاهلي، فمش مركز غريب عليه. قدام صلاح ومصطفى محمد، واظن هيبقى عمر مرموش برده ليه الاولويه، فممكن ما يخرجش عن التشكيل، ما يخرجش عن الاسماء اللي انا قلتها دي. كابتن معتصم، دايما لما بنتكلم على قوه منتخبنا الوطني المصري بنتكلم دايما ان المنتخب في كل البطولات اللي خدها كان قوي من الخطوط الخلفيه. نفتكر بطوله 2006 كان متواجد ابراهيم سعيد والكابتن وائل جمعه والكابتن عبد الظاهر السقا، 2008 و2010 حضرتك كنت متواجد في هذه البطولات مع كابتن شادي محمد وكابتن هاني سعيد وكابتن محمود فتح الله مع حراسه مرمى جيده، وهي كانت للكابتن عصام الحضري. ده اللي خلانا منتخب قوي، وانا دايما بؤمن من وجهه نظري الشخصيه ان اي منتخب قوي بتاتي قوته من بدايه من الخطوط الخلفيه. انت مطمن على خط الدفاع في هذه البطوله وايضا حراسه المرمى بوجود محمد الشناوي فتره التالق اللي بيعيشها، وشايف ان شاء الله دي تبقى بدايه الخطوره ان احنا عندنا منتخب قوي ولا لا؟ لا طبعا، الاسماء اللي موجوده دلوقتي سواء بنبتدي من الشناوي فهو خبرات كبيره جدا، وشفنا مستوى رائع مع الشناوي سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي. حجازي والونش مفيش كلام عليهم، الونش من افضل مدافعين في الدوري المصري حاليا، وحجازي من افضل مدافعين في الوطن العربي عامه. اكرم من اللعيبه اللي بيجيد في كذا مركز، واجاد في مركز الباك رايت، وشفناه خاصة في النواحي الدفاعية، فهو عنده النواحي الدفاعية كويسة جدا. فأنت بتتكلم على ثلاثي دفاعي 100%. فتوح
الراجل باك ليفت عنده النواحي الهجوميه افضل من النواحي الدفاعيه، الا ان برضه احنا عندنا واحد زي حمدي فتحي يقدر يغطي الحته الدفاعيه مع فتوح. فانا شايف ان خط الظهر بتاعنا الحمد لله يعني لا غبار عليه، يعني ناس كويسه جدا وعندهم الامكانيات ان يقدروا يحافظوا على شباك المنتخب. هي بس انا في نقطه عايز اتكلم عليها، هي قبل كل بطوله يعني خاصه انا اتكلم على بطوله 2010 اخر بطوله احنا اخذناها، وانا الحمد لله كنت من ضمن الناس اللي موجوده في البطوله ديت. كان برضو كان في صعوبات قبل البطوله، وكان في انتقادات كبيره جدا، وكنا لسه خارجين من كاس العالم من الجزائر، وطبعا الناس قالت احنا رايحين البطوله مش هناخد حاجه، والمنتخب دلوقتي اعماره كبرت. كان في في كذا لعيب عدى 30، كان في عصام الحضري، وكان في سيد معوض، وكان في احمد حسن، كان في عدد كبير، وكابتن عبد الظاهر السقا، فكان في عدد كبير عدى ال 30. فابتدت الانتقادات للمنتخب، وان احنا هنروح انجولا مش هنحرز البطوله. وكان اول ماتش برضه نيجيريا، ودخل جون فينا في الدقيقه 12 تقريبا من بدايه الشوط الاول، والحمد لله كسبنا 3. وابتدت المسيره بعد كده، كسبنا موزمبيق، بنين، كاميرون، جزائر، غانا، والحمد لله خدنا البطوله. فالانتقادات بتبقى شيء، لكن اللعيب المصري لما بيخش في اجواء البطوله وبيقعد ويركز كده في معسكر مقفول، ان شاء الله هنشوف اداء افضل، وان شاء الله الانتقادات تتحول للعكس. يعني انا متفائل بسبب النقطه دي بالذات، ان اخر بطوله احنا خدناها كان بدايتنا مع نيجيريا، وان شاء الله البطوله دي بدايتنا مع نيجيريا. ان شاء الله باذن الله نعمل بطوله كويسه، ويبقى ماتش النهارده ان شاء الله بدايه انطلاقه ان شاء الله باذن الله. طيب بما ان حضرتك اتكلمت كمان عن الانتقادات، عايزين نعرف من وجهه نظرك، هل ممكن يكون مستر كارلوس كيروش اخطا بعدم ضم طارق حامد ولا لا يا كابتن؟ بصي، انا ما اقدرش اقول اخطا او ما اخطاش، اصل دي هي في الاول والاخر يا فرح هي وجهات نظر، والراجل وجهه نظره هو بياخد اللعيب اللي بينجح طريقته. هو مستحيل هيبقى شايف ان هو اللعيب دوت هينجح طريقته ومش هياخده. اصل يعني انا مش عايز اكسب. فدي بتبقى وجهات نظر مدربين. قناعات بالظبط كده. طارق حامد لا غبار عليه، ركن تقيل جدا في منتخب مصر، وعنصر اساسي في خط وسط اي فريق او اي منتخب، يعني خاصه الفتره الاخيره. لكن لما نيجي نتكلم برضو على حمدي فتحي، هتلاقي نفس الخصائص بتاعه طارق حامد عند حمدي فتحي، اللي إن انا شايف ان حمدي فتحي بيتميز بعنصرين زياده على طارق، هو عنصر السن وعنصر التكمله، خاصه في الكور الثابته. احنا شفنا حمدي فتحي في كور كتير جدا بيكمل في الكور الثابته، واحرز اهداف مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. فانا يعني انا طبعا طارق حامد قيمه كبيره جدا، ومن اللعيبه الكويسه جدا، وانا لو مكان مستر كروش كنت هضمه مع حمدي. لكن زي ما بقول لك، هو في الاول والاخر هو المدير الفني مش عايز يخسر، هو مدير فني عايز يكسب وعايز يبقى شكله كويس. فمستحيل هيبقى مقتنع بحد او شايف ان حد من وجهه نظره هينجح طريقته ومش هيضمه. فهي وجهات نظر تختلف بقى من واحد تاني. ممكن انت تختلفي معايا، ممكن انا اختلف مع محمد. محمد يقول واحد أكيد. وانا اقول واحد تاني خالص أكيد. وانت تقولي واحد تالت خالص. فهي كرة القدم كده. لكن هنتكلم على طارق حامد، لا طبعا عنصر اساسي وقوه كبيره جدا جدا في اي خط وسط يلعب فيه. هو احنا عامة عدينا مرحلة الاختيارات دي، نرجع اتكلم مع حضرتك عن الفنيات تحديدا، يعني وركز معاك شوية على المنتخب النيجيري بحكم ان خلاص يعني باقي ساعات على هذه المباراة. المنتخب النيجيري هيندم لو هاجم منتخب مصر، خصوصا ان احنا اصبح عندنا سرعات في الخط الامامي، موجود الكابتن محمد صلاح، موجود عمر مرموش احتمال مشاركته بشكل كبير، تمركزات مصطفى محمد في الخط الهجومي، ايضا وجود السرعات اللي موجودة في الخطوط الخلفية. فبالتالي منتخب النيجيري اكيد عنده طمعات ان هو يبقى بيهاجم المنتخب الوطني المصري بحكم وجود لعيبه زي شكويزي نجم فياريال، متواجد هيناتشو ايضا نجم ليستر سيتي، والمعركه بتاعت ايضا وسط الملعب ويلفرد انديدي ويوبي نجم ايفرتون. فالحقيقه المباراه تبقى رايحه جايه، ولكن انا عايز اركز معاك على السرعات اللي موجوده في منتخبنا الوطني المصري، وماذا سيحدث ان هاجم منتخب نيجيريا منتخبنا الوطني المصري وجود لاعبين كبار في الخط الامامي حاليا. لا طبعا، بص يا محمد، من خلال الماتشات اللي فاتت في البطوله وبدايه البطوله اليومين اللي فاتوا دول، فهتلاحظ حاجه مهمه جدا، ان كل الفرق متحفظه.
يعني مش هتلاقي حد نازل مهاجم 100% او طمعان في اللي قدامه 100%. وده شفناه في كل الماتشات اللي فاتت، بدليل ان اغلب الماتشات خلصت 1-0، مفيش ماتش خلص 2 غير ماتش تقريبا الكاميرون، هو خلص 2-1 وضربتين جزاء. فيعني هتلاقي اول ماتش ده خاصه التحفظ بيبقى كبير من كل المنتخبات. بعد كده بيبتدي على حسب بقى النتائج يبتدي هو، لا انا ما قداميش غير الهجوم، فتلاقي فرقه عايزه تهاجم وفرقه لا انا عايز اقفل عشان اخد النقطه عشان انا اللي اصعد تاني مجموعه او اخد احسن تالت او اخد اول مجموعه. فهو طبيعه، اولا طبيعه كروش هو راجل بيلعب بتحفظ، يعني بيلعب بتوازن شديد بين الدفاع والهجوم. ده بالنسبه لمستر كروش، هو مش هيندفع لا هجوميا ولا هينكمش قوي دفاعيا. اظن نيجيريا هيفكر كده نفس التفكير، ان هو برده عايز يخطف الماتش وعايز يركب المجموعه بلغه الكوره من اول ماتش. لكن هو برده عامل حساب منتخب مصر زي ما انت قلت، يعني هم اكيد عاملين حساب صلاح 100% وعاملين حساب ان اي مساحه هتتاخد لصلاح هتمثل خطوره ليهم ان شاء الله، عاملين حساب لمرموش وبرده عنده سرعات وعنده مهارات، فاكيد هم متفرجين على اللعيبه بتاعتنا وعاملين حسابهم على كده. فانا اظن الماتش هيبقى فيه توازن بين الفرقتين من المنتخبين زي بقيه كل المنتخبات اللي احنا شفناها اليومين اللي فاتوا دول. طيب كابتن، برضو عايزين نسال حضرتك عن التصريح اللي خرج من مستر كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي اللي كان طبعا يعني منذ ايام قليله قبل السفر الى الكاميرون. عايزين نعرف من وجهه نظرك، يعني هل كيروش كان موافق في التصريح ده، ان هو قال انه ما اتفقش مع اتحاد الكوره على الفوز ببطوله كاس الامم الافريقيه؟ وبعد كده خرج استاذ جمال علام وقال ان مستر كارلوس كيروش ما كانش موافق في التصريح ده، وانه بل بالعكس هما بيطالبوه بتحقيق لقب كاس الامم الافريقيه، وان لم يحقق هذا اللقب هيكون في يعني تصرف معاه او هيكون في رد فعل شديد من اتحاد الكوره. طبعا التصريح عمل ردود افعال كبيره جدا في الشارع المصري، خاصه لان بطوله افريقيا بالنسبه لمصر هي احنا يعني لينا السياده في افريقيا، خاصه في بطوله افريقيا دي تاريخنا كبير جدا 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 في افريقيا، وهو كان لازم يعرف كده من الاول. لكن انا اظن الراجل هو بيتكلم من منطلق البنود اللي هو اتفق عليها مع اتحاد الكره السابق برئاسه المهندس احمد مجاهد، فبيتكلم على بنود. لكن هو لما يخش جوه البطوله اكيد مش هيبقى عايز يخسر، هو بس ممكن يكون بيوضح بنود معينه. لكن طبعا الموضوع عمل لغط كبير جدا في الشارع المصري، لان احنا بطوله افريقيا غايبه عننا بقالنا 11 سنه او 12 سنه دلوقتي، من 2010 غايبه عننا فتره طويله. اتمنى ان شاء الله يكون التصريح هو ما يقصدوش، او يقصد ان هو يبين بنود العقود بتاعه العقد بتاعه، او يعني ما ممكن يكون مثلا مش عايز الناس تحط امال كبيره قوي على ان احنا ناخد البطوله، وده هو ده اللي يبقى فيه عدم توفيق لو هو يقصد كده. طيب كابتن معتصم، انا هرجع معاك شويه لبطوله 2019، ويعني لو سالتك اجيري كان بيلعب بخطه ايه، اعتقد معظم الشارع المصري هيكون تايه، لان بالفعل ما كناش حاسين بشكل منتخبنا. بس لو سالتك نفس السؤال على كوبر هنعرف كلنا ان هو كان المدرسه الدفاعيه اللي عندها تحفظ واللعب على بعض الهجمات او الامور التكتيكيه في القصه الهجوميه. كان ليك تصريح شهير في 2019 عبر قناة اون تايم سبورتس، وحضرتك صرحت وقلت ان اجيري كان المسؤول الاول عن خروج منتخبنا الوطني المصري في هذه البطولة بسبب عدم وضوح تعليماته. هنا هنتقل لحالة معاكسة وحالة مغايرة، وهي وجود كيروش اللي مدرب واضح جدا هو عايز ايه من اللعيبة، واضح خطة اللعب، واضح المهام، واضح تقسيم المباراة، امتى بضغط، امتى بلعب زون ديفنس، امتى بستحوذ على الكرة، امتى بستنى الكرة التانية. دايما بتكون مؤيد للمدير الفني اللي واضح حتى لو كانت خطته جديدة شوية على اللاعبين، افضل من ان انت تكون مع مدير فني تعليماته مش واضحه حتى لو كانت طريقته ملائمه للاعبين. بص يا محمد، انا بس عايز اوضح نقطه معينه ومهمه جدا. هو في فرق بين طريقه اللعب واسلوب اللعب، لان احنا لو بنتكلم على طريقه اللعب فهي طريقه لعب كوبر زي طريقه لعب اجيري، الاثنين بيلعبوا 4-2-3-1. لكن اسلوب اللعب بتاع كوبر هو في تحفظ كبير جدا في الناحيه الدفاعيه، وبيدي تعليمات للاعبين في الخط الهجومي ان ليه واجبات دفاعيه. العكس تماما عند مستر اجيري، مستر اجيري كان بيلعب برضه نفس الطريقه، لكن اسلوب لعب ان هو كان مطير الجناحين والراس الحربه ما مالوش واجبات دفاعيه، فبالتالي خط النص ما بقاش فيه غير اتنين، فاي فرقه هتهاجمك ممكن لو في مساحات مع ان الباك يبقى طالع فيبقى ما فيش غير اتنين ورا او ثلاثه ورا. فهو ده الاسلوب اللي احنا بنتكلم عليه. وده اللي حصل بالفعل مستر اجيري، عشان كده انا قلت ان مستر اجيري هو يتحمل المسؤوليه لوحده، لان هو كانت تعليماته مش واضحه لينا كمشاهدين ولا للعيبه اظن في الملعب.
لان انت لازم تقرا الفريق اللي قدامك وتبقى عارف حتى لو انا هلعب بطريقه لعب معينه او ثابت عليها فيبقى التعليمات بتاعتي للعيبه متغيره على حسب الماتش اللي قدامي. زي مثلا زي ما بقول لك مستر كوبر كان بيلعب بنفس الطريقه لكن اسلوب مختلف. ده بالنسبه لمستر اجيري ومستر كوبر. اما بالنسبه لمستر كروشف هو راجل متوازن من ساعه ما جه واحنا ما شفناش لا هي الدفاعيه البحته ولا الهجوميه البحته. لا احنا شفنا توازن بالاثنين وده اظن هو ده افضل طريقه في الوقت الحالي لاي فرقه لان احنا دلوقتي في عالم مفتوح يا محمد. فكل دلوقتي بيطلع على الطرق الجديده والاساليب الجديده وكل حاجه جديده ما بقتش جديده على حد يعني كل اي حد بيبحث عن حاجه هيلاقيها. فانت لازم تعمل توازن لحد ما تشوف الملعب وتقرا الملعب وتقرا الفرقه اللي قدامك عامله ايه وممكن تغير اثناء اللقاء. بس بشكل عام بتشوف ان المدير الفني اللي واضح في الامور دي بيكون حاجه ايجابيه للفريق. هو ده بس كان بدايه السؤال ونهايته. طبعا طبعا اللعيب لما يبقى نازل وعارف واجباته ايه الحاجات اللي ليه ايه اللي المفروض يعملها ايه والواجبات اللي قايله عليها المدرب بيبقى طبعا بيفرق. ان انا نازل متمرن عليها بقالي فتره نايم بفكر في الحاجات اللي قالها لي الكوتش ان انا هعمل ايه واجباتي الدفاعيه ايه واجباتي الهجوميه ايه فطبعا ده بيفرق حتى في تركيز اللعيب. طيب كابتن كمان عايزين نروح مع حضرتك بقى لرايك في مجموعه منتخبنا المصري من وجهه نظرك شايف المجموعه ازاي شايف اصعب مباريات ممكن تكون انهي مباريات وهل مستر كارلوس كيروش ممكن نقول ان هو قدر كمان يستفيد بالمشاركه في بطوله كاس العرب ولا لا؟ لا طبعا اكيد استفاد استفاده كبيره جدا من كاس العرب. انا شايف كده ان هو شاف الناس هو كان جاي فترة قليلة وابتدى يخش في التصفيات كاس العالم فما كانش عنده وقت كبير. كاس العرب اداله الفرصة والإتاحة ان هو يبص على اللعيبة عن قرب وان يقعد مع اللعيبة في معسكر واحد في فترة ده طبعا اداله فرصة ان هو يدرس اللعيبة ويشوف طبيعة اللعيب المصري عاملة ازاي. دي كانت شيء مهم جدا بالنسبة لكاس العرب. لكن مجموعة مصر هي مجموعة طبعا مصر ونيجيريا هم اقوى اسمين في المجموعة. السودان يعني فرقة كانت معانا في كاس العرب وشفنا مستوياتها واظن هم اللي في كاس العرب هم اللي في افريقيا يعني السودان ما عندهاش محترفين او ما عندهاش محترفين كتير بمعنى صح. فلا هو المجموعة طبعا ما فيش حاجة سهلة. احنا شفنا بوركينا فاسو عملت ايه مع الكاميرون شفنا كاب فيردي مع اثيوبيا كان الماتش عامل ازاي. لا شفنا ماتشات الكلمة اللي أنا قلتها يا محمد إن العالم دلوقتي في كرة القدم بقى مفتوح والأساليب كلها بقت على الملأ إن كل الناس تعرف الأساليب. فأنت إن أنت ما تعرفش إن الفرقة اللي قدامك أو المنتخب اللي قدامك ما تعرفش أسلحته إيه صح. ده شيء في منتهى الخطورة عشان كده لازم تلعب بتوازن الأول لحد ما تقرأ اللي قدامك. لأن إحنا في منتخبات كتيرة جدا ما نعرفش عنها حاجة. إحنا شفنا امبارح السنغال فضلت لآخر دقيقة لما جابت جون بس الكونغو كانوا بيلعبوا زيمبابوي أظن؟ زيمبابوي السنغال وزيمبابوي وضربة جزاء في الاخر كانت بتلعب زيمبابوي ما اظنش ان بالظبط ما اظنش ان حد في مصر يعرف لعيب مثلا في زيمبابوي محترف بره او حد اسمه لامع الا ان هم اجبروا السنغال على اسلوب لعب معين. فانت ممكن تقابل كده ممكن تقابل الفرقه تيجي تقفل عليك فانت لازم تغير اسلوب لعبك وتغير طريقه لعبك. فده اللي انا بتكلم فيه ان انت على خلال الماتش هتغير من طريقه لعبك وتغير من اسلوب لعبك. لكن لو هنتكلم على الاسامي والتاريخ وكده لا هو مصر ونيجيريا طبيعي ان هم اللي يصعدوا من المجموعه دي. طيب هختم معاك بتوقعاتك وامانيك او تمنياتك. اكيد تمنياتك الفوز لمنتخبنا الوطني المصري ولكن في اجابه سريعه ومقتضبه ومختصره توقعات حضرتك لنتيجه المباراه بشكل عام. بص هو بالنسبه للكلام اللي انا قلته فهو الاثنين هيبقوا متحفظين فالموضوع بيمشي ناحيه التعادل اقرب. لكن اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نكسب النهارده باذن الله. كابتن معتصم يعني كالعاده دايما بتشرفنا وبتنورنا باي تحليل او حضرتك بتتواجد معانا في كل البرامج بشكل عام في قناه اون تايم سبورتس وبتمنى على المستوى الشخصي كل التوفيق لحضرتك في المجال التدريبي طبعا اللي حضرتك متواجد فيه حاليا وكل التوفيق ليك ان شاء الله في مستقبلك. وبنشكرك اكيد على هذه الفقره معايا انا وفرح اكيد. شكرا جدا محمد انا سعيد جدا ان كنت معاكم وان شاء الله نتمنى الفوز لمنتخب مصر النهارده باذن الله. مشاهدينا لسه هنستكمل مع حضراتكم عندنا فقرات كتير واخبار كمان ولكن هنروح لفاصل قصير نرجع لحضراتكم مره تانية انتظرونا.
مشاهدينا بنجدد تحيه بحضراتكم، لازلنا مستمرين مع حضراتكم في صباح اون تايم على شاشات اون تايم سبورتس، ونواصل باقي فقراتنا في هذه الحلقه. وصلنا حاليا الى فقره الزوم، هيكون معنا المحلل الفني الكابتن محمد عبد الوهاب، هنتكلم ايضا عن بطوله كاس الامم الافريقيه بشكل عام وابرز المباريات وابرز النتائج خلال اليومين الماضيين، وايضا توقعاته لليوم الثالث وابرز المباريات اللي هتكون متواجده فيه باذن الله. برحب بيك انا وزميلتي العزيزه فرح، واكيد عندنا كلام كتير جدا عن هذه البطوله، فيعني نبدا معاك كده باليومين الاولين. يعني شفنا بعض المفاجآت في اداء بعض المنتخبات زي الكاميرون اللي تفوقت بركلتي جزاء، ايضا المنتخب السنغالي اللي بيفوز بركله جزاء في الدقائق الاخيره من هذه المباراه. صباح الخير يا غانم، وصباح الخير يا فرح، صباح الخير على كل اللي بيسمعوكوا وبيتفرجوا عليكوا. طبعا بطوله لغايه دلوقتي للاسف مخيبه للامال شويه، المستوى الفني بالنسبة للمنتخبات المرشحة مستوى مش كبير. شفنا مباراة الافتتاح ما بين الكاميرون وبوركينا فاسو، الكاميرون ما قدرتش ان هي تقدر تسيطر على المباراة ونص الملعب. بوركينا فاسو كانت متفوقة بشكل كبير وكانت بتوصل للجول بشكل أكبر، طبعا لولا الأخطاء الدفاعية الساذجة ما كانتش الكاميرون هتقدر ان هي تتفوق وتتعادل وبعدين تتفوق في النتيجة. فالأداء بالنسبة للكاميرون أداء مش مبشر خالص ان هو ممكن يكون منتخب مرشح للفوز باللقب. نفس الكلام بالنسبة للسنغال، في مباراة امبارح قدام زيمبابوي السنغال طبعا بتعاني من غيابات كبيرة زي ماندي طبعا حارس تشيلسي، وكاليدو كوليبالي واحد من افضل المدافعين في الدوري الايطالي، بس طبعا الغيابات دي في الجانب الدفاعي اكتر ما منها في الجانب الهجومي. يمكن الغياب الوحيد المؤثر بالنسبه للسنغال في الجانب الهجومي هو اسماعيل يسار نجم واتفورد، وواحد من افضل اللعيبه الصاعده اللي موجوده في القاره الافريقيه، طبعا كان مؤثر جدا غيابه. لكن في نفس الوقت السنغال برضو ما قدمتش اداء كبير يقول ان السنغال ممكن تكون واحده من المرشحين للفوز بالبطوله. بالنسبه لباقي المباريات، يعني الاداء الفني كان متوسط جدا، شفنا ان كل المباريات انتهت بنتيجه 1-0 ما عدا مباراه الافتتاح، معدل ضعيف جدا للاهداف، بنتكلم في هدف فاصلة 3 بالنسبة للمباراة، طبعا معدل ضعيف جدا، باين تأثر الغيابات أو المنتخبات الكبيرة بالغيابات بتاعتها سواء بالنسبة للاستبعاد أو بالنسبة للكورونا. ونفس الكلام بالنسبة للمغرب وغانا، يعني اللي كان أداء الفني جواه ضعيف جدا، ما فيش فرقة كانت قادرة تتفوق على الثانية لولا في الآخر أن المغرب كان فيه إصرار أكتر أن هي تفوز وقدرت أن هي تحرز الهدف في الدقائق الأخيرة. ما كان المباراة عادي جدا ان هي تنتهي بالتعادل، والفرقتين الكبار كانوا هيرضوا بالتعادل ده. طيب لو رحنا معاك كمان للمباراة الخاصة بالمغرب على الأخص، يعني هل الناس كلها كانت متوقعة ان احنا نشوف أداء ممتع؟ حاسة انه في غياب الأداء الممتع عن البطولة ككل. من وجهة نظرك شفت مباراة المغرب ازاي؟ لأن كل الناس قالت المغرب وغانا مباراة تبقى ضرب نار زي ما بيقولوا، هنتفرج على متعة كروية. هل ده ممكن نشوفه على مدار البطولة؟ هل ممكن غياب المتعة بشكل عام تأثير فيروس كورونا على الأجواء؟ يعني غياب 10 لعيبة عن منتخب السنغال ده أثر بشكل كبير جدا، فعامل حالة من الإحباط الشديد بتوحيم حوالين المنتخبات، ولا لا ده ملوش أي علاقة؟ طيب أولا بالنسبة لسؤالك عن منتخب المغرب ومباراة المغرب وغانا امبارح، شفت أن منتخب المغرب منتخب للأسف ما كانش عنده حلول كتير. كان سوفيان بوفال لاعب أنجي في فرنسا هو يعتبر أخطر لعيب من منتخب المغرب، ما شفناش جمل، حتى كمان أشرف حكيمي هو النجم الأبرز في منتخب المغرب ما تمش استغلاله في المركز اللي هو بيجيد فيه، وهو مركز الظهير الجناح، هو كان بيلعب ظهير بس ما كانش فيه اعتماد عليه مفتاح لعب في الجمل الهجومية بتاعت منتخب المغرب. وبالتالي ظهر منتخب المغرب طبعا مع استبعاد حكيم زياش كمنتخب
ملوش انياب كبيره، منتخب مش خطير لما بيستحوذ على الكوره. فمنتخب المغرب بيدفع ثمن عناد وحيد خليلوزيتش المدير الفني باستبعاده الحكيم زياش، وكان قبل كده استبعاده الاشرف بن شرقي قبل ما ينضم بدلا من بدر بنون. للاسف انا مش متوقع ان منتخب المغرب ان هو ممكن يقدم اداء افضل من كده في البطوله. واضح ان منتخب المغرب منتخب متحفظ كتير دفاعيا، بيلعب على هجمات مرتده، جمل فرديه من لعيبته، وفي الاول وفي الاخر يعني ابرز لعيبته الهجوميه هو سفيان بوفال، مش من لعيبه الصف الاول في افريقيا زي محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز. فده بالنسبة للمغرب. بالنسبة لمنتخب غانا، منتخب ما فيهوش عناصر بتشكل خطورة كبيرة، منتخب غانا ما فيهوش عناصر جديدة تقدر تضيف أكتر من اللي أضافوه في السنين اللي فاتت، لسه معتمدين على الأخوين آيو، مش هيقدموا منتخب أو مش هيقدموا أداء كبير خلال البطولة. غيابات الكورونا طبعا مؤثرة جدا على المنتخبات، بس أنا من وجهة نظري شايف إن مستوى البطولة قليل بشكل عام بسبب زيادة عدد الفرق ل 24 فريق. فبنلاقي إن في منتخبات غير مؤهلة كمستوى إن هي تشارك في كأس الأمم، في نهائيات كأس الأمم الأفريقية. أنا بطالب الاتحاد الأفريقي إن هو يراجع النظر في موضوع ال 24 فريق ده، لأن المستوى بيقل مع زيادة عدد المباريات وزيادة عدد المنتخبات الغير مؤهلة في البطولة. طيب انتقل معاك للمباراة النهاردة، عندنا المباراة الافتتاحية بإذن الله في تمام الساعة 3 عصرا، الجزائر وسيراليون، في واحدة من المجموعات اللي أيضا مستنيين نشوف فيها منتخبات قوية زي كوت ديفوار اللي هيكون عندها مباراة مع غينيا الاستوائية، ولكن هذه المباراة من المجموعة الخامسة غدا بإذن الله. هل تتوقع أن الجزائر تفاجئ بقى، نطلع من النمط البطيء ونطلع من النمط المفاجئ زي ما أنت قلت وفي تحفظ بعض الشيء إلى منتخب يعني حامل اللقب، واحد من المنتخبات المرشحة في هذه البطولة؟ هتشوف النهاردة المباراة توقعاتك ليها هتكون عاملة ازاي، بحكم كمان ان سيراليون احد المنتخبات يعني لو هنقارن ففي جاب كبيرة جدا في المستوى في الفنيات وفي اسماء اللاعبين. طبعا بالنسبة لمباراة الجزائر وسيراليون الموضوع يعني شبه محسوم بالنسبة لمنتخب الجزائر. منتخب الجزائر هيبقى مهتم جدا ان هو يبدأ البطولة بشكل قوي عشان يصدر رسالة للمنافسين بتوعه ان هو منتخب متكامل، منتخب عرف سكة البطولة وبيبتدي بشكل قوي جدا. الموضوع شبه محسوم، صعب جدا جدا ان احنا نلاقي مفاجأة. ممكن المفاجأة الوحيدة في المباراة دي ان النتيجة ما تزيدش عن فارق هدفين او ثلاث اهداف ما بين الجزائر وسيراليون. غير كده الجزائر مرشحة بشكل كبير قوي ان هي تتصدر المجموعة. مباراة الجزائر وكوت ديفوار هي اللي ممكن يكون فيها كلام، لان كوت ديفوار الناس مش واخدة بالها برضو ان هم عندهم قائمة قوية جدا في كل المراكز بتاعتهم، عندهم لعيبة نشطت في الدوريات الأوروبية في خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا، بيرجعوا تاني منتخب كوت ديفوار اللي كان متألق ابتداء من 2006 لغاية 2012 و2013. فبالتالي أنا شايف ان المباراتين سواء مباراة الجزائر او مباراة كوت ديفوار هيبقوا محسومين بالنسبة للمنتخبين. مباراتهم مع بعض ممكن يكون فيها كلام، وكوت ديفوار تقدر ان هي تعمل مباراة كبيرة قدام الجزائر زي ما حصل في بطولة 2019 لما كوت ديفوار وصلت مع الجزائر لوقت اضافي وضربات جزاء. طيب لو رحنا معاك يا استاذ محمد لسلسلة اللا هزيمة بالنسبة لمنتخب الجزائر، وازاي هم محافظين على ان هم يعني يفضلوا مكملين فكرة ان هم كسروا الرقم القياسي بالنسبة لمنتخب ايطاليا، خصوصا احنا هنا بنتكلم على بطولة رسمية وبطولة كأس الأمم الإفريقية هي بطولة مدرجة فهيتم حسبها ليهم في سلسلة اللا هزيمة، بجانب أنه جمال بالماضي كان حريص جدا على أن منتخب الجزائر يبقى آخر منتخب يوصل، ودي كانت علامات استفهام كبيرة جدا حوالين إصراره أن منتخب الجزائري يوصل للكاميرون في الساعات الأخيرة، ولكن الكل كان بيأكد أنه قد إيه عايز يقفل على الفريق وقد إيه عايز يقفل على المنتخب علشان إصابات كورونا. طبعا يعني عايزين نعرف تعليق حضرتك، هل ده بيدي مؤشر كبير على ان منتخب الجزائر بيسير في الخطى الصحيحة نحو الفوز بلقب البطولة؟ كل اللي احنا شفناه يا فرح، كل اللي انت اتكلمتي فيه هو نتاج لتخطيط.
مش حاجه محض الصدفه بس فوزهم بكاس الامم الافريقيه 2019 ولا كاس العرب 2021. واضح ان في الاتحاد الجزائري لكره القدم عندهم تخطيط للمنتخب الاول والمنتخب الاحتياطي بتاعه او المنتخب الثاني بتاعهم، وغير كده كمان عندهم تخطيط كبير جدا بالنسبه للعيبه المحترفه، ان هم بقوا ان هم بيحترفوا في سن صغير جدا وبقوا خيار اول بالنسبه للعيبه المحترفه في الدوريات الاوروبيه خصوصا في فرنسا ان هم يمثلوا منتخب الجزائر ويفضلوه عن منتخب فرنسا. اخر حد اختار ان هو يمثل فرنسا عن منتخب الجزائر كان حسام عوار نجم ليون، وما شفناش بعد كده ان في نجوم جزائريين بيختاروا اي منتخب تاني غير المنتخب الجزائري. واضح ان المنتخب الجزائري عنده خطه لمين اللي بيشغل المركز الاساسي ومين البديل بتاعه، عندهم خطه لان هم يبقى عندهم لعيبه محترفين كتير في الدوريات الاوروبيه، حتى كمان خطه السفر الكاميرون وتوقيتها كان واضح ان جمال بالماضي كان عنده فكر وعنده رؤيه لان هو يوصل لعيبته للكاميرون بشكل متاخر جدا عشان ما يعانوش في حاجات ليها دعوه بالاقامه، ما يعانوش في حاجات ليها دعوه بالاصابه بفيروس كورونا. فبالتالي ان واضح جدا ان الجزائر عندها اتحاد كوره بيخطط للمنتخب، وان هم كل فتره بيدخلوا عناصر جديده وهم في المستوى الاعلى بتاعهم، هم في البيك بتاع الفورم بتاعتهم. فدي مهمه جدا ان انت مش بس تكتفي بجيل تاريخي زي ما شفنا في افريقيا كتير، في اجيال تاريخيه بتظهر وبعدين بتختفي بعدها بوقت قليل جدا لما يبقاش فيه الاستمراريه دي. شفنا غانا، شفنا كوت ديفوار، شفنا حتى منتخب مصر، لكن هم مع كل الانجازات بتاعتهم وسلسله الانتصارات دي بيدخلوا عناصر جديده. شفنا في الباك الشمال رامي بن سبعيني كان مش موجود معاهم في كاس العرب، شفنا الياس الشتي بديلا عنه، شفنا في كل المراكز ان هم عندهم لعيبه جاهزه ان هي تشغل المركز الاساسي ده، وعندهم بيدخلوا كمان لعيبه صغيره في السن ان هي تاخد خبره مع اللعيبه الكبيره. فانا معجب جدا بتخطيط الاتحاد الجزائري لكره القدم والحفاظ على الجيل بتاعه والحفاظ على الانتصارات دي. واضح ان احنا هنستمر خلال السنين الجايه نشوف المنتخب الجزائري منتخب قوي ومتجدد في عناصر جديده مع كل مشاركه في اي بطوله. اخيرا بحكم متابعتك لكره القدم العالميه والافريقيه هركز معاك شويه على المنتخب النيجيري، يعني تناولنا مرارا وتكرارا منتخبنا الوطني المصري، ولكن نشوف الجانب الاخر اللي عندنا النهارده. هو احد المنتخبات الموجوده في التصنيف الاول للمنتخب النيجيري بتاريخه الطويل في بطولات كاس العالم او بطوله كاس الامم الافريقيه وابرز عناصره، يعني وهل تتفق معايا ام تختلف ان حراسه المرمى وخط الدفاع هم اضعف خطوطه، وده هنكون ازاي بنستغله في منتخبنا الوطني المصري في مباراه النهارده؟ أنا متفق معاك 100% طبعا يا غانم إن منتخب نيجيريا في الجانب الدفاعي منتخب مش بالقوة الكبيرة يعني في الخط الدفاع وحارس المرمى، حتى كمان خط الدفاع بتاعهم عندهم فيه غيابات غير طبعا الغيابات اللي موجودة في الخط الأمامي. عندهم في المدافعين عندهم عبد الله شيهو، عندهم ليون بالوجون غايبين من الخط الدفاعي بتاعهم، غير طبعا الغيابات الهجومية المؤثرة جدا، واحد زي إيمانويل دينيس واحد من أفضل المهاجمين اللي موجودين دلوقتي في الدوري الإنجليزي، وانت بما انك بتلعب فانتزي فعارف يعني ايه دينيس في الدوري الانجليزي. كمان بالنسبه لهم ايجالو اللي كان هداف نسخه 2019 مع المنتخب النيجيري هو غايب عنهم. هم بيعتمدوا بشكل كبير على طريقه 4-4-2، وحتى كمان بيلعبوا في الاظهره اليمين والشمال لعيبه مش متعودين ان هو يلعبوا كاظهره زي اولا اينا مثلا بيلعب كظهير ايسر في بعض الاوقات. هم مش ثابتين كتشكيله، وعلى مستوى الاداره الفنيه ما عندهمش ثبات طبعا. المدرب اوجاستن اجوافون المدرب النيجيري الوطني هو اللي بيقودهم، ومع قياده واستشاره فنيه لجوزيه بيسيرو المدير الفني البرتغالي السابق للاهلي. فحتى على مستوى القياده الفنيه هم مش ثابتين، على مستوى خط الدفاع وحراسة المرمى هم ما عندهمش عناصر من المستوى الأول ولا الثاني في الدوريات الأوروبية، عندهم غيابات في الخط الأمامي زي ما قلنا بالنسبة لإيجالو وبالنسبة ل
ايمانويل دينيس. فبالتالي هم الثلاث اربع افراد اللي احنا ممكن نبص عليهم في منتخب نيجيريا هم لا يتعدوا ويلفريد انديدي خط نص ليستر سيتي، مهاجم احمد موسى وطبعا هو كبير جدا في السن، عندنا تليتشي ايناتشو مهاجم ليستر سيتي برضو من اللعيبه الخطره، عندهم اليكس ايوبي من ايفرتون من اللعيبه الخطره. دول بالكتير قوي 3 4 عناصر ما يخوفوش منتخب يعتبر منتخب متكامل ومتكامل زي منتخب مصر. فانا متفائل جدا بنتيجه مباراه النهارده ان شاء الله. اضيف عليهم بس كمان المدافع ايكونج اللي يعني انتقل من الدوري الايطالي لواتفورد، الحقيقه انا تابعته كمان في بطوله 2019 اللي كانت في مصر واجريت معاه لقاء، هو المدافع رقم 5، واحد من المدافعين الجيدين يعني، عشان بس مدافع قلت قوي جدا عشان قلت خط الدفاع اضعفه بالظبط، عشان بس قلت خط الدفاع يعني اضعفهم، ولكن حقيقة الحق ده من احد المدافعين اللي ستايله كمان بيعجبني على المستوى الشخصي. اتفضلي فرح. طيب استاذ محمد، في النهايه يعني قبل ما نختم حديثنا معاك لازم اكيد نسالك على دي بيست، يعني بنتكلم هنا على جايزه مهمه اكيد هتفرق مع محمد صلاح جدا، وقد ايه محمد صلاح ممكن الجايزه دي بعد عدم حصوله على البالون دور ممكن تاثر فيه بشكل كبير جدا. عايزين نعرف من وجهه نظرك توقعاتك ايه للجايزه دي يوم 17 يناير باذن الله. طبعا صعب جدا توقعها، بس انا اللي متاكد منه ان احنا هنشوف من محمد صلاح في البطوله دي مع منتخب مصر 200% من مستوى محمد صلاح. بطولة كأس الأمم الأفريقية دي بالنسبة لمحمد صلاح هي حياة أو موت، حتى لو مش هتؤثر في اختياره كدبست من فيفا هي هتؤثر جدا في المسيرة بتاعت الموسم بتاعه في اختيارات السنة الجاية بالنسبة للبالون دور ودبست. فأنا اللي متوقعه أن محمد صلاح كمستوى وكأداء، خصوصا كمان أنه هو في مرحلة تجديد عقده مع ليفربول، فهنشوف 200% من مستوى محمد صلاح. لكن بالنسبة لجائزة ذا بيست أنا لا أتوقع الصراحة أن محمد صلاح ممكن يفوز بيها. هيبقى ممكن ليفاندوفسكي، يبقى يعني في تعويض كده ليفاندوفسكي بالفوز بيها، ويبقى الفيفا بيرد على البالون دور وبيرد على الجائزة اللي انفصلت عنه بأن احنا بنمشي بمعايير ثابتة وعادلة عكس ما انتوا بتمشوا، وان الرعاة هم المسيطرين اكتر على او ما انت حكمه. صحيح صحيح، هايل. استاذ محمد شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا، ان شاء الله كده كل المصريين يسعدوا النهارده وباذن الله يكون يوم مفرح عليهم واداء منتخبنا المصري يكون مشرف لمصرنا الحبيبه، والنهارده كل المصريين يستمتعوا بالرجوله والاصرار والعزيمه، واكيد زي ما حضرتك اكدت تصريحات محمد صلاح بتاكد الكثير ان شاء الله بما يحمله بداخله ان النهارده يقدمه لكل المصريين في بطوله كاس الامم الافريقيه. اخيرا يا فرح، بس انا عايز اقول لك حاجه غريبه جدا، ان دي ثالث بطوله على التوالي يكون كابتن منتخب مصر مش موجود من الاهلي والزمالك. البطوله دي هيكون محمد صلاح بره الاهلي والزمالك، البطوله اللي قبلها احمد المحمدي مع استون فيلا، واخيرا بطوله 2017 كان عصام الحضري مع وادي دجله. فدي حاجه بتميز البطوله دي، نتمنى ان شاء الله لمنتخب مصر الفوز بالبطوله والفوز بمباراه النهارده ان شاء الله باذن الله. تحياتنا لحضرتك استاذ محمد عبد الوهاب المحلل الرياضي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. مشاهدينا يعني دلوقتي وصلنا مع حضراتكم الى اجابات سؤال اللعبه، كنا سالنا حضراتكم في بدايه هذه الحلقه توقعات حضراتكم لمباراه منتخبنا الوطني المصري ونيجيريا في ضربه البدايه لمنتخبنا الوطني المصري في كاس الامم الافريقيه، مباراه ضمن مباريات المجموعه الرابعه. اكيد اجابات حضراتكم كانت متواجده بكثره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بأون تايم سبورتس وصباح أون تايم، سواء على تويتر او فيسبوك او الانستجرام. هنبداها مع بعض الاجابات. احمد عادل بيقول مساء الورد والياسمين عليكم، بنمسي عليك يا احمد، يتوقع منتخب فوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، وتحياتي ليكم، بشكرك جدا يا احمد. شادي هشام بيقول فوز مصر 2-0 محمد صلاح وعمر مرموش. باقي الاجابات ايضا، عبد الرحمن بيقول اتوقع فوز منتخبنا الوطني المصري بهدفين مقابل لا شيء، بتوقع تسجيل محمد صلاح ومصطفى محمد لهدفين، بقول لك يا رب امين. كريم بيقول 3-1 لمصر ان شاء الله، هدفي محمد صلاح وهدف تريزيجيه. محمد علي بيقول اتوقع فوز منتخبنا الوطني المصري بنتيجه هدفين مقابل لا شيء واهداف محمد صلاح وعمر مرموش.
اعتقد معظم الناس متوقعين احراز اهداف لعمر مرموش كمان مفاجاه غير محمد صلاح. هو يعني بصراحه الخط الهجومي بتاعنا يا فرح انا متفائل بيه جدا، يعني يا رب. محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش حتى اللعيبه اللي تحتهم، الاختلاف بتاع الامكانيات اللي موجود عند كل لاعب بيدينا ميزات. محمد صلاح لعيب دريبلر وبيتحرك جيد، مصطفى محمد هيدر كويس، عمر مرموش بيصوب، فاعتقد ان بامل يعني ان باذن الله التوليفه دي تكمل بعض النهارده ان شاء الله، وان شاء الله امنياتك تكون في محلها يا غانم. مشاهدينا انتهت حلقتنا، يا رب النهارده يكون كده وش خير وسعد على حضراتكم جميعا، باذن الله تفرحوا وتسعدوا بمنتخبكم المصري، وباذن الله نكون مع حضراتكم غدا وحلقه جديده من صباح اون تايم.